اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled solving an equation of the second degree in one unknown graphically and algebraically. لما نيجي نبص على التايتل نلاقي عندي كلمه equation، يعني ايه؟ يعني عندي ليفت هاند سايد وعندي رايت هاند سايد. طيب بيقول لي of the second degree، دي معناها ايه؟ معناها ان انا هشوف اكس باور 2، هشوف دايما باور 2 في الايه في الدرس ده. طيب ان وان انون يعني فاريبل واحد وهيبقى المتعرف عليه في معظم المسائل بيبقى اكس. طيب ما معنى كلمه سولفنج هنا؟ انا لما كنت في ليسون 1 بسولف التو ايكويشنز مع بعض كنا بنطلع اوردر دي بير بيساتسفايز التو ايكويشنز. طب هنا هنطلع ايه؟ ايه هو السوليوشن هنا؟ السوليوشن هنا اللي هنتعرف عليه هيبقى الانترسكشن مع الاكس اكسس، اللي هي البوينت اللي عندها الواي ايكوال 0. هنشوف الكلام ده بالتفصيل وان شاء الله الدرس هيكون سهل. تعالوا مع بعضينا نشوف ازاي نحل السكند اوردر ايكويشن جرافيكالي. لما هيجي يجيب لنا السكند اوردر ايكويشن لازم نحطها على الصوره دي، ax سكويرد بلس bx بلس c ايكوال 0، يعني لازم اخلي الرايت هاند سايد بزيرو، ده هيفيدنا قدام شويه. وبعد كده بنعمل ايه؟ زي ما عملنا مع الفيرست اوردر، بفرض فاليوز للاكس ونشوف الكورسبوندنج فاليوز للواي. طيب بالنسبه للحل، الحل بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى الانترسكشن بوينتس مع الاكس اكسس. طب يلا نشوف الحالات كده بتاعت الكيرف. طبعا احنا عارفين من الفيرست تير ان لما يكون الاي بوزيتيف يعني الاكس سكويرد الكوفيشنت بتاعها بوزيتيف الكيرف يبقى مرسوم لفوق، بيبقى ليه مينيمم فاليو وبيبقى ابورد مفتوح كده اوبن ابورد. ولما بتكون الاكس سكويرد الكوفيشن بتاعها نيجاتيف بيبقى الكيرف مفتوح داون وورد وليه ماكسيمم فاليو. الكلام ده طبعا خدناه بالتفصيل في الترم الاول. طب يلا نبص كده على الكيرف ده. الكيرف لما بيجي لي بالمنظر ده بيحصل له انترسكشن مع الاكس اكسس في تو بوينتس، البوينت دي والبوينت دي. التو بوينتس دول نلاحظ ان الواي كوردينيت بتاعهم بايه؟ بزيرو. لما باجي اكتب الحل او السوليوشن سيت ما بحطش التو اوردر دي بيرز، لا بنحط بس الاكس كوردينيت اللي عنده الواي بزيرو. يعني بنقول ان السوليوشن سيت از ال اند ام، ال اللي هي البوينت دي الاكس كوردينيت بتاع البوينت دي، والام عباره عن الاكس كوردينيت بتاع البوينت دي. جميل، ده بالنسبه للحاله الاولى. يبقى اول حاله عندي ممكن يجي لي السوليوشن عباره عن تو بوينتس. نيجي نبص للحاله دي، الكيرف ده معمول له انترسكشن مع الاكس اكسس في كام بوينت؟ جاست 1 بوينت. يبقى الحل بتاعي عباره عن ايه؟ سوليوشن سيت عباره عن ال اللي هو الاكس كوردينيت بتاع البوينت اللي ايه اللي فيها الانترسكشن ما بين الكيرف والاكس اكسس. وبيقول هنا ان ليها يونيك سوليوشن. طيب بالنسبه للحاله دي لما يجيني الكيرف بالمنظر ده يبقى السوليوشن بتاعي از ايه؟ اس فاي، لان مفيش اي انترسكشن مع الاكس اكسس. تعالوا مع بعضنا نشوف الثري اكزامبلز دول ونتعرف ازاي هنرسم الرسمه بتاعتنا. بس انا هجيب لنا حاجه زي كده، يقول لي فايند جرافيكالي السوليوشن سيت للايكويشن دي. بيقول لي اون ذا انترفال فروم نيجاتيف 2 ل 4، يعني بيقول لك الفاليوز اللي انت تاخدها للاكس خدها من اول النيجاتيف 2 لحد ال 4. ار بيعرفك ان الدومين بتاع الفانكشن دي از ار. الفانكشن دي عندي بولونوميال، والبولونوميال احنا قلنا ان الدومين بتاعها على طول بايه؟ بار. هنعمل التيبل ده نحط الفاليوز بتاعت الاكس وبعد كده اشوف الكورسبوندنج فاليوز للفانكشن. لما نيجي نرسم الرسمه نلاحظ الاتي، نلاحظ ان هي معمول لها انترسكشن مع الاكس اكسس هنا وهنا، يبقى معنى كده ان السوليوشن بتاعي عباره عن نيجاتيف 1 و 3. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا في الرسمه بتاعت المساله، هو هنا بيقول لي ايه؟ فايند جرافيكالي الايه السوليوشن سيت. لو كان قال لي درو، ناخد بالنا قوي في مسائل الدرو لما يحدد لي الانترفال من نيجاتيف 2 لحد 4 لما اجي ارسم اوقف لحد هنا ما تزودش، لان هو بيقول لي درو الفانكشن ومحدد لي الانترفال، يبقى ما تجيش هنا وتطول الايه؟ وتطول الرسمه. طبعا المفروض الرسمه دي كنا نقف بس لحد التو بوينتس دول. طيب الرسمه دي كنا بنقول ليها مينيمم فاليو، ايه هي المينيمم فاليو اللي هي دي؟ طب ليه ما قلناش ليها ماكسيمم فاليو؟ لان الكيرف مفتوح اب وورد، الكيرف ده طالع لما لا نهايه على مدى الدومين ار، هو عمال يزيد هنا ويزيد هنا،
يبقى ما نعرفش نحدد له ماكسيمم فاليو، ولكن ينفع نقول ان ليه مينيمم فاليو لان هي واضحه قدامي وصريحه. يبقى الكيرفات دايما اللي مفتوحه ابورد نقدر نحدد لها مينيمم فاليو، لكن ما نقدرش نحدد لها ماكسيمم فاليو. وما تنسوش اهم حته عندي في الليسون ده اللي هي الفيرتكس. طب احنا الفيرتكس بنلاقيها فين؟ بنلاقيها عند الاكس ايكوال نيجاتيف بي اوفر 2a، وقلنا ان الدرس ده وانت داخل عليه كده تكون محضر دي في دماغك، يعني لازم تبقى عارف ان الفيرتكس بتجيبها لما بتعوض بالاكس بنيجاتيف بي اوفر 2a. مين هي البي ومين ال 2a؟ الاي عندي الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد، يعني هنا كده الاي ب1. طب والبي؟ البي عندي بنيجاتيف 2. البوينت دي كمان بتفيدني في ايه؟ بيمر بيها اللاين اوف اكسس اوف سيمتري، ليها فوائد كتير طبعا في المسائل ان شاء الله كل ده هيتوضح برضو بالتفصيل. طب نيجي مثلا رسمه زي دي، رسمه زي دي وانت داخل كده على المساله شايف نيجاتيف اكس سكويرد، يبقى انت متوقع ان الكيرف هيكون مفتوح لتحت، وطالما مفتوح لتحت يبقى ليه ماكسيمم فاليو. طيب هو هنا في الرسمه مديني الفاليوز من كام لكام؟ من نيجاتيف 5 ل 1. يبقى انا اعوض بالفاليوز دي بس واشوف الكورسبوندنج فاليوز للواي. الرسمه دي لما اترسمت طلع عندي وان سوليوشن، اللي هو ايه؟ اللي هو الفاليو بتاعت الاكس اللي طلع لها واي بزيرو، يعني النيجاتيف 2 دي النقطه اللي عندها الواي بزيرو، يبقى هو ده الحل. يبقى الحل بتاعي سوليوشن سيت از نيجاتيف 2. طب لما نيجي نبص في التيبل ده نلاقي الزيرو عند الواي طلع لي مرتين، هنا وهنا عند النيجاتيف 1 وعند ال 3، يبقى السوليوشن بتاعي is negative 1 and 3. طيب هل معنى ان الايكويشن جايه لي نيجاتيف اكس سكويرد يبقى ليها جاست وان سوليوشن؟ لا مش شرط، هي ممكن تكون طالعه فوق شويه ويخبط في حتتين. يعني مش معنى ان الاي هنا بوزيتيف يبقى الكيرف ليه تو سوليوشنز وهنا الاي نيجاتيف يبقى ليه وان سوليوشن، لا ده ظروف المساله دي جت كده. طيب نيجي هنا الرسمه دي بيقول لي اكس سكويرد بلس 2 ايكوال 0، لما جينا رسمناها وعوضنا بالفاليوز اوف اكس اللي هو مديها لي ما لقيناش خالص الواي بكام؟ الواي بزيرو. ولما جينا رسمناها شفنا الكيرف زي ما انتم شايفين كده طالع كله فوق، يبقى معنى كده ان السوليوشن سيت للكيرف ده از فوي. طيب نيجي نشوف بعض الملحوظات المهمه. في اول اكزامبل كانت الفيرتكس عند 1 ونيجاتيف 4، افهم ايه من الفيرتكس؟ اطلع منها بحاجتين، الاكس كوردينيت ده الايكويشن بتاع الاكسس اوف سيمتري اللي هي اكس ايكوال 1. طب مين هي نيجاتيف 4؟ دي المينيمم فاليو. ليه مينيمم فاليو؟ عشان الكيرف ابور. نرجع نبص كده اهو، ادي كده الفيرتكس اهي عند الاكس بكام؟ عند الاكس ب 1، يبقى ده كده اللاين اوف اكسس اوف سيمتري اللي هو بيعمل ايه؟ بيقسم الكيرف لجزئين. طيب مين هي المينيمم فاليو؟ كلمة فاليو يبقى انا بقصد القيمة بتاعت الواي. طب اجيبها ازاي؟ بص على البوينت كده، راح على الواي فين؟ عند النيجاتيف 4. يبقى البوينت دي الفاليو بتاعت الواي عندها نيجاتيف 4. اوكي؟ طب نبص هنا، انا عندي هنا الفيرتكس اسمها ايه؟ اسمها نيجاتيف 2 و0. على طول طالما جبت الفيرتكس يبقى الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري از اكس ايكوال نيجاتيف 2 اللي هو ده. وعرفنا ان اكس ايكوال نيجاتيف 2 ده ستريت لاين، كل البوينتس اللي عليه عباره عن ايه؟ الاكس كوردينيت بتاعها نيجاتيف 2. يبقى الاكسس اوف سيمتري بيعمل ايه؟ بيقسم لي الكيرف لجزئين زي بعض بالظبط، وفي مسائل كتير جدا بحتاج فيها الايه؟ الايكويشن بتاعها. طيب الزيرو ده عباره عن ايه؟ ده المينيمم فاليو او الماكسيمم فاليو. في هذه الحاله لما بيكون الكيرف بالمنظر ده داون وورد ما نقدرش نحدد له مينيمم فاليو لان هو ماشي لتحت الى ما لا نهايه. لكن ايه اللي واضح فيه واقدر احدده له؟ البوينت دي اعلى نقطه فيه، وبالتالي بسميها ماكسيمم فاليو. يعني في الحاله دي ماكسيمم، في الحاله دي مينيمم. طب الفاليو بتاعتها هنا ايكوال ايه؟ هي نفس الايه؟ الواي كوردينيت، الفاليو بتاعتها زيرو. اعلى فاليو خدتها الواي عباره عن الزيرو،
ان هي كل اللي تحت ده الفاليو بتاعت الواي بالنيجاتيف. طب نيجي نبص هنا فين الفيرتكس اهي، اسمها ايه؟ اسمها 02، البوينت اسمها 02. طيب الزيرو ده عباره عن ايه؟ اطلع منه على طول بالايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري اللي هو مين؟ اكس ايكوال 0. اكس ايكوال 0 ده اكس ايكوال 0 احنا عارفين ان هو الواي اكسس، ما ننساش ان الواي اكسس الايكويشن بتاعته اكس ايكوال 0 والاكس اكسس الايكويشن بتاعته واي ايكوال كام؟ ايكوال 0. اللي حاسس ان هو متلخبط في الجزئيه دي يفضل يراجع الدرس الاولاني بتاع الايه، بتاع الترم الاول تاني. طيب هنا بالنسبه لل2 تعتبر مينيمم فاليو ولا ماكسيمم فاليو؟ تعتبر مينيمم فاليو عشان الكيرف از اوبند ابورد. طيب دي الملاحظات اللي بتتكلم على ما يخص الفيرتكس والمعلومات اللي احنا بنجيبها من الفيرتكس، وما ننساش ان الفيرتكس ات نيجاتيف بي اوفر 2a واف اوف نيجاتيف بي اوفر 2a، دي البوينت بتاعت الايه، بتاعت الفيرتكس. دي اهم حاجه لازم تكون عارفها في الدرس ده، الفيرتكس موجوده فين. تعالوا مع بعضينا نحل مساله التراي ونشوف ازاي هنجيب السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن. بيقول لي هنا جراف الفانكشن مدهاني اهي اون ذا انترفال دي، من الجراف هات السوليوشن سيت. اول حاجه نعملها لازم اتاكد ان الفيرتكس بتاعتي موجوده وزن الانترفال دي. اجيبها ازاي؟ نحدد الاي والبي والسي. الاي عندي ايكوال كام؟ الاي عندي اهي اللي هي الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد، الاي عندي ب1. طيب البي عندي بكام؟ البي عندي هنا ب2. مش محتاج السي لان انا عايز الاي والبي بس، السي اللي هو ايه؟ اللي هو ده بنيجاتيف 3. طيب الاكس لما بتكون نيجاتيف بي اوفر 2a تديني كام؟ تديني نيجاتيف 2 ديفايدد 2 تايمز 1 اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف 2 ديفايدد 2 اللي هي نيجاتيف 1. هل نيجاتيف 1 موجود عندي هنا؟ اه موجود. خلاص اشتغل وانت مطمن ان الفيرتكس طالما ظهرت هتقدر تجيب يمينها وشمالها وهتبقى الرسمه بتاعتك طالعه مظبوط. اعمل ايه؟ اول حاجه نجيبها اف اوف نيجاتيف 4، يعني شيل كل اكس وحط نيجاتيف 4، يبقى نيجاتيف 4 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 4 عندي هنا ماينس 3 اللي هي هتيكوال 16 ماينس 8 ماينس 3 اللي هي هيبقى 5، يبقى دي كده عندي 5. يلا اف اوف نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 3 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 3 ماينس 3، بشيل كل اكس واحط نيجاتيف 3 تديني هنا 9، هنا ماينس ال 6 ماينس 3 تديني 0، يبقى انا عرفت ان انا عندي هنا 0. طيب اف اوف نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 3 ده يديني 4، ماينس 4 يبقى 0، ماينس 3 يديني نيجاتيف 3، يبقى دي عندي هنا نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3. بعد كده اف اوف نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 3 اللي هي هتديني 1 ماينس 2 ماينس 3 اللي هي نيجاتيف 4. ناخد بالنا بقى، احنا قلنا ان الفيرتكس عند مين؟ عند النيجاتيف 1. طيب مش الفيرتكس يبقى في عندي لاين اوف اكسس اوف سيمتري بيمر بيها، يعني هيخلي الكيرف يتعمل له فولدنج او اقدر اطبق الكيرف حوالين مين؟ اللاين اوف اكسس اوف سيمتري اللي بيمر بالبوينت دي. يبقى انا لازم يحصل سيمتري ما بين الفاليوز بتاعت الواي هنا وهنا، يبقى على طول دي هتبقى نيجاتيف 3 ودي تبقى 0 ودي تبقى ايه؟ وعندي 2 تبقى 5. من فهمنا للسوليوشن الفاليوز بتاعت الواي خدت 0 فين؟ خدت 0 عند الاكس ايكوال نيجاتيف 3 وعند x equal كام؟ equal 1. يلا نرسم ونكتب السوليوشن سيت. يبقى على طول هنقول كده السوليوشن سيت هتيكوال معانا نيجاتيف 3 وايه؟ و1. طيب يلا نرسم، اول حاجه عندي الفيرتكس فين؟ عند نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4، ادي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4 اهي. على يمينها 0 ونيجاتيف 3 1 و0
2 5. ماشي. بعد كده عند النيجاتيف 2 واخده نيجاتيف 3، وبعد كده عند النيجاتيف 3 واخده 0، وعند النيجاتيف 4 واخده ال 5. زي ما انتم شايفين الانترسكشن مع الاكس اكسس عند الايه؟ عند ال 1 وعند النيجاتيف 3 اللي هي الفاليوز اللي خدت عندها الواي ب 0. نيجي نرسمها. طبعا هو ايه اللي ارسم وزن الانترفال من اول نيجاتيف 4 لحد الايه؟ لحد ال 2. هو بيقول لي اون ذا انترفال دي، جراف اون ذا انترفال دي، يبقى ما تزودش الكيرف. نيجي لحد النيجاتيف 4 هنا نقف، وهنا ايه؟ وهنا نقف. نيجي نشوف اكزامبل 4، بيقول لي جراف الفانكشن ديت تيكينج اكس بتبلونجز تو الانترفال ديت، وفروم ذا جراف فايند التو روتس اوف ذا ايكويشن دي. اول مره نشوف كلمه التو روتس، كلمه جديده علينا. ناخد بالنا ان في السكند اوردر ايكويشن التو روتس هم السوليوشن سيت. يعني لما اجي اقول لك فايند ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن كذا، هي فايند ذا تو روتس. تمام. طيب هنرسمها ازاي؟ كالمعتاد هنحدد الفيرتكس. الفيرتكس ات نيجاتيف بي اوفر 2a، يعني نيجاتيف 2 اوفر 2 تايمز 1، يبقى عندي نيجاتيف 1. واضح ان هي دي الايه؟ الفيرتكس اهي. جميل قوي. خدنا فاليوز من اول النيجاتيف 4 لحد ال 2، شفنا الكورسبوندنج فاليوز للواي، وحددنا البوينتس بتاعتنا. ايه بقى المشكله اللي عندي في الرسمه دي؟ ناخد بالنا قوي بقى. انا بادئ من هنا وطالع، جيت عند وانا طالع كده جيت عند النقطه دي، هوصلها من هنا لهنا. ممكن واحد ايديه وسعت بيه لبره شويه، وواحد ايديه ضمت شويه، وواحد رسمها زي ما هو رسمها كده، والتاني هو جاي عند النقطه دي جاي يوصلها بدي طلع بره سنه، واحد تاني ضم سنه، وواحد رسمها زي ما هي مرسومه في الرسمه دي. كل واحد فيهم هيعمل ايه؟ هيجي كده على الجراف يعلم البوينت دي كده، ويعلم البوينت دي ايه؟ كده. اللي رسم الرسمه دي هيبص بعينه ويحاول يقدرها، هيلاقي كده ده النص هي جايه يمين شويه، يبقى تقريبا 1.6. يبقى هيقول ان اول سوليوشن عندي او اول روت عندي، ناخد بالنا بقى في اللفظ، لما اقول سوليوشن او روت الاثنين ذا سيم، هيقول اول روت عندي 1.6. نيجي نبص على الناحيه الثانيه نلاقيها معديه النيجاتيف 3.5. طب واحد يقول انا هخليها نيجاتيف 3.6، ممكن واحد ثاني يقول هخليها نيجاتيف 3.7. يعني ناخد بالنا ان مشكله الجراف بتاع السكند اوردر ايكويشن ما بقدرش احدد الروت بدقه، وبالذات لما بتكون الفاليوز بتاعه الواي بزيرو مش عند الانتجرز، دي جايه لي عند راشونال نمبرز. وعلشان نتاكد اكتر، المفروض ان لما اخد الفاليو ديت اللي هي 1.6 اعوض بيها تديني الواي بزيرو، لان انا اوريدي على الاكس ايكوال زيرو. لما نيجي نعوض عن الاكس ب 1.6 يعني نجيب الاف اوف 1.6، هيطلع معانا ايه؟ نشيل دي ونحط 1.6 سكويرد، هنقول بلس 2 تايمز 1.6، الكلام ده ماينس 6، هيطلع معانا نيجاتيف 0.24، ما جابتش زيرو. يبقى معنى كده انا ما قدرتش احدد الروتس بدقه من الجراف، وتعتبر دي مشكله كبيره في تحديد الروتس جرافيكالي. وعلشان نحل المشكله دي هنتعرف على قانون من اهم القوانين في الماثيماتكس اللي هو الجنرال رول او الجنرال فورمولا. تعالوا مع بعضنا نشوف الجزء الثاني من الليسون اللي هو سولفنج الايكويشن اللي من السكند ديجري الجبراكلي. هنا بنستعمل قانون مشهور جدا اللي هو الجنرال رول او الجنرال فورمولا. ايه القانون ده؟ انا عندي المساله هتجيلي بالمنظر ده زي المثال اللي فات، ويقول لي فايند التو روتس. هو انا قبل كده كنت ازاي بحل الايكويشن دي؟ لو نفتكر ان انا في بريب 2 السكند تير خدنا سلسله من دروس الفاكتورايزيشن، وعرفنا ان انا عن طريق الفاكتورايزيشن ممكن احول الادد تيرمز دي لتو فاكتورز. التو فاكتورز دول هما الاثنين هساويهم بالزيرو، وقلنا ان كل فاكتور من دول هيوصلني لروت من الروتس بتاعت المساله. طيب لما نيجي نبص بقى للمساله دي،
المسألة دي ما ينفعش أبدا يتعمل لها فاكتورايزيشن، لأني هقول لك دلوقتي A by A يديني 6 والديفرنس بتاعهم is 2. الفاكتورز بتاعت ال 6 1 تايمز 6 و 2 تايمز 3 الاثنين الديفرنس بتاعهم مش هيجي 2، هتلاقي نفسك مش عارف تحل المسألة. هنا بقى تيجي فايدة الجنرال فورميولا، القانون اللي من أجمل القوانين اللي موجودة في الماثيماتكس، اللي بيساعدك ازاي تجيب الروتس على طول من غير ما تعمل فاكتورايزيشن. طبعا ده يعتبر حل مشكلة الفاكتورايزيشن للناس اللي ما بتعرفش تعمل فاكتورايزيشن، بس طبعا هياخد منك وقت. الفاكتورايزيشن هتسهل عليك لو المسألة سهل ان تعملها فاكتورايزيشن، القانون ده طويل شوية. طيب تعالوا نشوف ازاي بنستعمل القانون ده. القانون ده بيعتمد ان انا احط الايكويجن في الصورة دي ax squared plus bx plus c equal 0، ولازم بعد كده احدد ال a وحدد ال b وحدد ال c وناخد بالنا من الساينز. يعني لو انا عندي ال b هنا ب 2 وجنبها positive يبقى نقول ان ال b positive 2، لو ال b هنا موجود مكانها مثلا negative 2 يبقى ال b negative 2. ناخد بالنا جدا من الساينز. طبعا هو بيقول لي ان ما ينفعش ان ال a equal 0 لان هتتحول first order. طيب اجيب بقى الروت ازاي؟ القانون ده لازم يتحفظ، اللي هو ايه؟ ان التو روتس بتوعي مكان الاكس هنكتب بعد كده دايما اكس 1 واكس 2، لان انا عندي تو values. ايه هي الفاليوز بتاعتهم؟ هنعوض في القانون ده اللي هو ايه؟ نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايد 2 اي. الكلام ده يتحفظ. طب الكلام ده فاليو ولا اتنين؟ لا، تو فاليوز. جم منين تو فاليوز؟ بص كده عندك على البوزيتيف نيجاتيف، واحد فيهم هياخد بوزيتيف فاليو والتاني هياخد نيجاتيف فاليو، وهنحل مع بعض ونوضح الكلام ده. ادي المساله اللي جت لنا في الاكزامبل اللي فات. مساله حجلنا بيقول لي يوز الجنرال فورميولا تو سولف الايكويشن دي. بعنينا نعمل ايه؟ احدد الاي، احدد البي، احدد السي. الاي عندي هنا ايكوال كام؟ ايكوال 1، ان انا عندي ده كده 1. البي عندي ايكوال كام؟ ايكوال 2. طيب السي عندي ايكوال كام؟ نيجاتيف 6. نعمل ايه بعد كده؟ نقول كده لازم اكتب الجنرال لو، اقول كده اكس 1 واكس 2 اللي هما التو فاليوز اللي عندي ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي. القانون ده في غايه الاهميه، لازم يتحفظ صم، هتستعملوه كتير جدا وبالذات في المرحله الثانويه وفي جامعه كمان هتستعملوه كتير. نعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي نعوض. النيجاتيف بي، البي عندي ب 2 يبقى عندي هنا نيجاتيف 2، بعد كده بوزيتيف نيجاتيف احط الروت بي سكويرد يعني 2 سكويرد ماينس 4، نحط الاي بتوين براكتس ب 1، نحط السي بتوين براكتس ب نيجاتيف 6 ديفايد 2 اي يعني 2 تايمز ال 1. طب ده يدينا ايه؟ ده يدينا الاتي نيجاتيف 2 بوزيتيف نيجاتيف روت. هنشوف ايه حكايه بوزيتيف نيجاتيف دلوقتي. 2 سكويرد ب 4، نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 6 بوزيتيف 24 ديفايدد مين؟ ديفايدد 2. جميل، اللي هي نيجاتيف 2 بوزيتيف نيجاتيف روت 28 ديفايدد 2. مشهوره جدا 28 اللي هي 4 تايمز 7، وال4 بيرفكت سكوير يعني ممكن نطلعها بره ب 2 اللي هي هتيكوال كده نيجاتيف 2 بوزيتيف نيجاتيف 2 السكوير روت اوف 7 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. وتيجي بقى هنا حركه مشهوره قوي بنعملها في الجنرال لو، اللي هي ايه؟ باخد كومون فاكتور من التو تيرمز دول. يعني ممكن اخد التو ديت واخد التو ديت ويطلعوا لي بره از ايه؟ از ا كومون فاكتور. يعني هنعمل ايه؟ هنعمل كده، هنقول كده اللي هي ايكوال، ناخد التو بره، يبقى جوه ايه بقى؟ لما اخد التو من نيجاتيف 2 از ا كومون يبقى نيجاتيف 1.
بلس ماينس التو دي راحت طلعت بره، يبقى عندي هنا روت ال7 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2، ال2 راحت مع ال2، توصل معايا المساله لنيجاتيف 1 بلس ماينس روت الايه؟ روت ال7. وهنا جه الوقت اللي انا هفصل فيه بلس ماينس لتو فاليوز، فاليو هسميها نيجاتيف 1 وتاخد البوزيتيف ساين مع الروت 7، والفاليو الثانيه هتبقى نيجاتيف 1 وناخد النيجاتيف فاليو مع الروت ايه؟ روت 7. ويبقى الحل بتاعي ان الاكس 1 او اول سوليوشن هيبقى نيجاتيف 1 بلس روت 7، والاكس 2 هتيكوال مع نيجاتيف 1 ماينس روت الايه؟ ال7. ولو جينا شفنا على الكالكوليتور هنلاقي تقريبا ديت عباره عن 1.646، ودي تقريبا هتيكوال معانا نيجاتيف 3.64 ايه 46. طبعا ممكن اكتر من كده لان ده عندك الراشونال، يبقى قدرت اطلع الروت بالظبط، وده ما عرفتش اعمله الا عن طريق الجنرال لو. نختم المساله بالسوليوشن سيت، يبقى زين السوليوشن سيت عندي هتيكوال، نكتب نيجاتيف 1 بلس روت 7 ونيجاتيف 1 ماينس روت الايه؟ الصفر. تاني الجنرال لو ده انا بستعمله عشان اطلع الروتس بتاعت السكند اوردر ايكويشن، عن طريق ان انا بحدد الاي والبي والسي واجي اعوض في القانون ده، نيجاتيف بي بلس ماينس روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي، تقعد كده تسمعه لنفسك لحد ما تحفظه، نيجاتيف بي بلس ماينس روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض الاكزامبلز اللي هنطبق بيها على الجنرال فورمولا. هو هنا بيقول لي find in R the solution set of each of the following equations x squared minus 5x minus 6 equal 0. عندي هنا نوعين من الطلبة، عندي واحد مذاكر factorization وقوي فيها، يبص بعينه يلاقي هنا 6 وهنا 5، وهو عارف طبعا ان ال factors of 6 فيها 1 times ال 6، وعارف ان ال difference بتاعهم 5، فالطالب ده هيعمل ايه؟ يقوم عامل على طول ان الكلام ده equal معايا، يعمل 2 brackets كده، عندي x و x، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، وانا عندي 6 تايمز 1 الديفرنس بينهم 5، وبحط الجريتر مع الساين بتاعت الميدل تيرم، يعني بحط ال 6 هنا واحط ال 1 هنا، ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى سنس ده ايكوال 0 او ده ايكوال 0، يعني عندي على طول الاكس هتيكوال نيجاتيف 1 اور الاكس عندي هتيكوال كام؟ 6. ويبقى على طول السوليوشن سيت بتيكوال نيجاتيف 1 وكام؟ وال 6. ده كده طالب خلص المساله. واحد تاني مش عارف يعمل فاكتورايزيشن، ما قداموش غير الجنرال لو. هيحل ازاي بالجنرال لو؟ اول حاجه يحدد الاي عندي ايكوال كام؟ ايكوال 1، البي عندي ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 5، السي عندي ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 6، باخدها بالساين بتاعتها، ويقول x1 و x2 لان هم عندي 2 روتس ايكوال كام؟ يكتب القانون نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايد 2 اي، ده هتيكوال معانا نيجاتيف بي. ناخد بالنا بقى، انا عندي نيجاتيف اهو بره والبي عندي بنيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف بي هيبقى 5 لان نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف بلس ماينس روت بي سكويرد، يبقى نيجاتيف 5 سكويرد ب 25 ماينس 4، والاي عندي بكام؟ ب 1، والسي عندي بنيجاتيف 6 ديفايدد 2 تايمز الاي اللي هي 2 تايمز ال 1 يبقى 2 اللي هي هتيكوال 5 بلس ماينس الروت 25. هنا كام؟ هنا هيبقى بلس 24 ديفايدد 2 اللي هي 5 بوزيتيف نيجاتيف روت 49 ديفايدد 2. طب ال 49 ده بيرفكت سكوير، ده ليه روت اللي هو كام؟ اللي هو 7، يبقى هتيكوال معايا 5 بلس ماينس ال 7 ديفايدد 2.
ومن اول اللقطه دي اقدر افصل بقى اكس 1 عن اكس 2. ازاي؟ اكس 1 تاخد البوزيتيف ساين، اكس 2 تاخد النيجاتيف ساين. يبقى زين اكس 1 عندي هيكوال 5 بلس 7 ديفايدد 2 اللي هي 12 ديفايدد 2 يديني 6. طب والاكس 2 عندي هتيكوال كام؟ هتبقى 5 ماينس 7 ديفايدد 2. 5 ماينس 7 از نيجاتيف 2 ديفايدد 2 يديني نيجاتيف 1. يبقى انا قدرت اوصل لل 2 روتس، وبالتالي السوليوشن سيتس هتيكوال معانا نيجاتيف 1 وكام؟ و6. طبعا قانون جميل جدا، بغض النظر طبعا ان الصح في المساله دي ان انا استعمل فاكتورايزيشن، لكن القانون بوجه عام رائع بيساعدك كتير في تحديد الروتس. وطبعا هو ده الرول اللي بتعمل بيه البروجرام بتاع الكالكوليتور عشان تحل لك بيها المساله دي. طيب نيجي بعد كده عندي اكزامبل تاني. مساله عندي بتقول لي 8x وعندي هنا براكت ايكوال نيجاتيف 2، بيقول لي فايند التو روتس. طب هي اولا الايكويشن دي سكند اوردر ولا فيرست اوردر؟ انا شايف اكس واكس، خد بالك دي فاكتورز. الاول لازم اوضب المساله، يبقى هنعمل ديستريبيوشن لهنا لل 8x هنا وهنا. 8x تايمز x يديني 8x سكويرد. طيب تايمز نيجاتيف 1 يبقى ماينس 8x يديني كام؟ نيجاتيف 2. ينفع اسيب النيجاتيف 2 كده وحل؟ لا، لازم كله يكون في الليفت هاند سايد. الايكويشن لازم تظبطها الليفت هاند سايد كل الترمز والرايت هاند سايد زيرو. يبقى انا عندي 8x سكويرد ماينس 8x نودي هنا بوزيتيف 2 ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طيب مش هنبص بقى على الايه، على الفاكتورايزيشن دلوقتي، عايزين نركز على جنرال فورمولا. نعمل ايه؟ نحدد الاي والبي والسي. الاي عندي هنا ايكوال كام؟ ايه عندي ب 8. طب والبي؟ البي عندي بنيجاتيف 8. طب والسي ايكوال 2؟ وناخد بالنا وانا بحدد البي قلت نيجاتيف 8، ناخدها بالساين. نحل المساله بعد كده ازاي؟ لازم اكتب القانون. هقول كده ان اكس 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي هي ايكوال نيجاتيف بي. ناخد بالنا البي عندي نيجاتيف 8، يبقى لما اعوض مكان نيجاتيف بي النيجاتيف تايمز النيجاتيف از بوزيتيف، يبقى انا عندي 8 بلس ماينس روت بي سكويرد ب 64 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 8 تايمز السي عندي ب 2 ديفايدد 2 اي 2 تايمز الاي ال 8 اللي هي 8 بوزيتيف نيجاتيف روت هنا 64 هنا ماينس 4 تايمز ال2 يديني كام؟ يديني 8. 8 تايمز 8 64، يبقى 64 ماينس 64 ديفايد كام؟ 2 تايمز ال8 ايكوال 16. طبعا روت الزيرو بزيرو ده كده زيرو، يبقى هيديني 8 بلس ماينس 0 ديفايد 16. ناخد بالنا بقى الحاله دي التو روتس عندي هيتساووا. ليه؟ لان انا اول روت عندي هيبقى 8 بلس 0 ديفايدد 16، والتاني هيبقى 8 ماينس 0 ديفايدد 16. يعني لما اجي اوصل للقطه دي هقول كده هي هي 8 ديفايدد 16 which is 1 over a 1 over 2. يبقى دي الحاله اللي بيظهر فيها الكيرف الفيرتكس بتاعته موجودة على الاكس اكسس. يبقى السوليوشن سيت في هذه الحالة عبارة عن ايه؟ 1 over 2. وخد بالك ان ده مش حل وحيد، ده مش روت واحد، ده 2 روتس. ده ال 1 over 2 ده 2 روتس. x1 equal 1 over 2 و x2 equal 1 over 2، بس الاثنين are equal. اوكي؟ طيب نيجي اللي بعديها هنا. مسألة ما بتجيلي بالمنظر ده ما ينفعش طبعا اشتغل عليها كده، لازم الاول اتخلص من الدينومينيتورز ديت. نعمل مالتيبليكيشن باي الليست كومن مالتيبلز لكل الفاليوز دي، اكس سكويرد واكس، مين هو الليست كومن مالتيبل؟ اكس سكويرد. يبقى مالتيبلاي ذا ايكويشن باي اكس سكويرد. طيب اكس سكويرد لما تخش هنا هتروح مع الاكس سكويرد يبقى 5،
يبقى انا عندي هنا 5 ماينس، لما ادخل هنا اكس سكويرد يحصل لها سمبليفيكيشن مع الاكس دي يبقى ماينس 4x، وهنا هيبقى ماينس الاكس ايه سكوير. طبعا مكانها هنا مش مظبوط، لازم تيجي لي هنا، يبقى اكس سكويرد ونوضب دي مكان دي عشان نظبط بس الشكل، ماينس 4x بلس ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 0. نقدر دلوقتي نشتغل على المساله، نحدد ال a وال b وال c. a عندي ايكوال كام؟ ايكوال 1. ال b عندي ايكوال كام؟ نيجاتيف 4. ال c عندي ايكوال كام؟ ايكوال 5. يلا نحل المساله. لما تبدا المساله من فضلك اكتب لي القانون، لازم تكتب القانون. x1 و x2 ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي هي هتيكوال نيجاتيف بي، وبقولها تالت عشان ناس كتير بتغلط، طالما البي عندي بنيجاتيف فاليو اوعى تحط لي هنا نيجاتيف 4، في عندك نيجاتيف هنا، يبقى انا عندي هنا 4 بلس ماينس روت بي سكوير يبقى ب 16 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي ب 5. انا دايما بحب احط دول بتوين براكت، وعندي 2 تايمز الاي اللي هي ب 2 اللي هي هتيكوال 4 بلس ماينس روت 16 ماينس 4 تايمز ال 5 20، يبقى 16 ماينس 20 ايكوال نيجاتيف 4 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. ناخد بالنا بقى، هل في حاجة عندك اسمها نيجاتيف 4؟ مفيش. طب أنا عندي يا مستر الـ 4 الروت بتاعها 2، يعني ممكن أكن دي نيجاتيف 1 تايمز الـ 4 ونطلع الـ 4 بره ونخلي النيجاتيف 1 جوه، ما هيفضل برضك معاك نيجاتيف جوه. يعني ممكن واحد يقول لي والله آخد أنا هاخد الـ 4 دي بره بره الروت، أكنها نيجاتيف 1 تايمز الـ 4 والـ 4 بيرفكت تطلع بره. يبقى أنا عندي 4 بوزيتيف نيجاتيف 2 روت نيجاتيف 1 ديفايدد 2، وهاخد من هنا كومون 2 يبقى هتديني 2 تايمز 2 بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 1 ديفايدد 2، ونطير ده مع ايه؟ مع ده، يبقى لك اكس 1 واكس 2 ايكوال 2 بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 1. في حاجه اسمها روت نيجاتيف 1؟ ما عنديش ابدا الحكايه دي. يبقى الاس اس عندي ايكوال كام؟ ايكوال 5. وهنعرف بإذن الله السنة الجاية إن شاء الله إن الكلام ده هنقدر نتعامل معاه في دومين أكبر اسمه الزد دومين أو الكومبلكس نمبر. يعني السنة دي المسألة دي هنعتبر إن الحل بتاعها فاي، لكن السنة الجاية هنقدر نعتمد الحل ده. ولما يكون عندي الحل بفاي يبقى هنقول إن الإكويجين دي ملهاش ريل روتس. خد بالك من كلمة ريل دي، ملهاش روتس حقيقية، لكن ان شاء الله السنه الجايه هنقول ان ليها imaginary roots، يعني roots تخيليه. تعالوا مع بعضينا نشوف ملحوظه مهمه قوي. 3 examples اللي فاتوا دول، مره طلع الروتس عندي 2 different roots، مره طلع عندي 2 roots والاثنين ليهم نفس الفاليو، ومره طلع الروت فيه negative value، وقلنا ان الايكويشن has no real solutions. ايه اللي فرق في 3 examples دول؟ اللي فرق عندي الاكسبريشن اللي موجود تحت الروت اللي هو بي سكويرد ماينس 4 اي سي. افكركم تاني كده بالقانون، انا عندي اكس 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الاكسبريشن ده، الاكسبريشن ده ليه اسم مميز قوي اسمه الديسكريمينانت. كلمة discriminant يعني المميز أو الحاجة اللي بتميز، فده بيميز لي حالات الروتس. لو قدرت على طول أروح أشوف البي سكويرد ماينس 4 اي سي، لو طلعت مثلا بنيجاتيف فاليو يبقى أنا حليت المسألة من غير ما أشتغلها، لأن أنا هقول دلوقتي إن الإيكويجن هاز نو ريل سوليوشنز. يبقى الديسكريمينانت بيفيدني كتير في إن أنا أعرف هل الإيكويجن دي ليها 2 different roots ولا ليها 2 equal roots ولا ملهاش real roots خالص. تعالوا نشوف المسألة دي كده. بيقول لي find an R solution set of each of the following. نحدد ال A وال B وال C. ال A عندي ب 2،
البي عندي بكام؟ ب7. السي عندي بكام؟ نيجاتيف 4. يبقى انا عندي اكس 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي هتديني نيجاتيف بي يعني نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد يعني 7 سكويرد ب 49 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 2 تايمز السي عندي نيجاتيف 4 ديفايدد 2 اي يبقى ديفايدد 2 تايمز 2 اللي هي هتيكوال نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف روت 49 هنا 4 تايمز 2 از 8 تايمز 4 ب 32 وعندي نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف يبقى بوزيتيف 32 ديفايدد كام؟ ديفايدد ال 4 اللي هي نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف روت عندي هنا 9 و 2 11 1 and we have 1 1 و 3 4 و 4 يبقى 8 ديفايدد كام؟ ديفايدد ال 4 طبعا روت ال 81 از 9 يبقى هتيكوال معانا نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف 9 ديفايدد 4 طالما وصلت لهنا هناخد الاكس 1 معاها البوزيتيف والاكس 2 معاها النيجاتيف يبقى الاكس 1 نيجاتيف 7 بلس 9 ديفايدد 4 اللي هي هتيكوال 2 ديفايدد 4 اللي هي 1 اوفر 2 واكس 2 عندي هتيكوال نيجاتيف 7 ماينس 9 ديفايدد 4 اللي هي نيجاتيف 16 ديفايدد 4 اللي هي نيجاتيف A اللي هي نيجاتيف 4 يبقى انا عندي 2 ديفرنت روتس ليه؟ عشان الديسكريمنانت عندي جريتر ذان 0 يبقى انا عندي هنا السوليوشن سيت ايكوال معانا 1 اوفر 2 ونيجاتيف ال A ونيجاتيف 4 يبقى الخلاصه في الجزئيه دي ان لو كان الديسكريمنانت جريتر ذان 0 هيديني 2 ديفرنت روتس لو كانت discriminant equal 0 الروت كله هيروح ومش هيبقى عندي فيه بلس ماينس وهيبقى عندي just value واحدة ل x1 و x2 لو كانت discriminant less than 0 مفيش حاجة اسمها عندي root negative في الريل دومين وبالتالي بيقول ان الاكويجن has no a real solutions تعالوا مع بعضينا نشوف الابليكيشن اللي على الليسون الابليكيشن هنا مسألها جميلة قوي هنا بيقول لي انا جافلين يعني في مسابقه اللي هي رمي الايه رمي الرمح the pathway of the spear to one of the players follows the relation y equal كذا يعني ايه الكلام ده الراجل ده هيرمي الحربه دي هيرمي الرمح ده لما بيجي يرميه لما نيجي نبص على الرسمه دي كده بياخد نفس الشكل ده بيرميه كده هو يمشي كده وبعد كده ايه وبعد كده بينزل الكيرف ده اللي بيتعمل ليه equation الايكويشن دي متمثله في الصوره ايه واي ايكوال ريليشن دي طب الواي دي عباره عن ايه الواي دي عباره عن الالتيتيود ما هي الواي دي عباره عن كده ده كده واي وده كده اكس فالواي ده ارتفاعه عند نقطه معينه اسمها اكس بيقول لي هنا الاكس بتريبريزنت الهوريزونتال ديستانس يعني الاكس دي الديستانس والواي ارتفاعه عند النقطه اللي اسمها اكس دي هو بيقول لي where x represents the horizontal distance which the spear covers from the point of projection projection يعني النقطة اللي انطلق منها نقطة الانطلاق and y represents the height of the spear from the floor surface in meters طيب ايه اللي مطلوب بيقول لي find the horizontal distance at which the spear falls to the nearest hundreds ايه علاقة بقى المسألة دي بالدرس بتاعنا لا طبعا ليها علاقة كبيرة ان هو هنا مديني الريليشن على شكل ايه على شكل سكند اوردر ايكويشن طب ايه هي بقى الملحوظه المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها ان جميع هذه المسائل لازم تيجي لك الاي بنيجاتيف فاليو ليه نيجاتيف فاليو عشان الكيرف يترسم معاك لتحت يعني برمي حاجه تعمل كيرف وتنزل لتحت لو جالي الاي بوزيتيف فاليو معنى كده ان هي هيبقى شكلها عامل كده طب تيجي ازاي دي هل حاجه هتخش في الارض وتخرج تاني فمعظم مسائل الابلكيشن هتلاقي ان الايكويشن بتاعتك بتجيلك الاي دايما بنيجاتيف عشان تريبريزنت حاجه بتطلع وتنزل ايا كان السيناريو بتاع المساله هتلاقي حاجه بتطلع وبتنزل
فلازم يجيب لك دايما الابن كاتبه. طيب عشان اجي احل المساله دي وافكر فيها، هي فين النقطه اللي وقع عندها السبير، اللي وقع عندها الرمح؟ اهو النقطه دي كده. طب النقطه دي عباره عن ايه؟ النقطه دي عباره عن انترسكشن مع اكس اكسس. يعني ايه ده روت؟ النقطه دي عباره عن احد الروتس بتاعت الايكويشن. يعني انا لو حليت الايكويشن وجبت التو روتس يبقى انا جبت الديستنس. يبقى احنا جبنا الديستنس. نشتغل بالجنرال فورميولا، نحدد الاي والبي والسي ونعوض ونجيب الاكس 1 والاكس 2. طبعا هنلاقي القيمه بوزيتيف والقيمه نيجاتيف. طب ايه حكايه ال 1.2 دي؟ ال 1.2 دي الفاليو عند الاكس ايكوال 0. يعني المتسابق ده لما جه رمى الرمح، النقطه اللي هو واقف فيها هو ماسك الرمح في ايده، هو بيحسبه المسافه من هنا. ارتفاع الرمح عن الارض في اللحظه اللي هو بيرمي فيها 1.2، يعني النيجاتيف 2.08 ده لو انا هنزل بيه بقى ايه على الارض كده، لو هكمل الكيرف بالايه بالراجع. طيب يلا نبدا حل المساله. انا عندي الاي هنا، هنقول كده الاي ايكوال نيجاتيف 0.008، وعندي البي مدهني بكام؟ البي 0.56، والسي عندي 1.2. يلا نعوض في القانون بتاعنا. اول حاجه نكتبه اكس 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت b squared minus 4ac divided 2a، اللي هو هيديني نيجاتيف b عندي اللي هي نيجاتيف 0.56 بلس ماينس روت b squared، يعني 0.56 squared minus 4 times ال a اللي هي نيجاتيف 0.008 times c اللي هي 1.2 divided 2a اللي هي 2 times negative 0.008. طبعا في اللقطه دي لما فر من استعمال الكالكوليتر، لما نيجي نستعمل الكالكوليتر الاول طلع اللي تحت الروت. يعني هنقول كده هت equal negative 0.56 plus minus root، وتقوم عامل كل الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع معانا 0.352. طبعا دي على الكالكوليتر هتدي negative 0.8 0.16. يبقى انا عندي الاكس 1 هي ايكوال معانا نيجاتيف 0.56 بلس، خدت بقى البلس روت 0.352 ديفايدد نيجاتيف 0.016، وعندي الاكس 2 عندي هي ايكوال نيجاتيف 0.56 هيبقى ماينس روت 0.352 divided negative 0.816. ال x1 عندنا هيطلع معانا ب negative 2.08، وال x2 هيطلع معانا ب 72.08، وال value دي طبعا هتبقى rejected لان ال distance لازم تكون بالبوزيتيف. وهنقول the spear will fall at a distance of 72.08 meter from the point of projection. يعني هيقع على بعد 72.08 متر من النقطة اللي احنا ايه اطلقناه منها. تمام؟ اوعى حد يقول لي انا هاخد مثلا الفاليو دي واعمل عليها اد للنقطه دي. لا، هو ما انطلقش من هنا، ناخد بالنا هو ما انطلقش من هنا. انا بحسب الديستانس من اول هنا، وده يعتبر عندي الاوريجين، ده يعتبر الزيرو. فالحته دي كلها هي بالفعل 72.08 متر. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكسرسايزز اللي على الليسون. اول حاجة بيقول لي choose the correct answer from those given. طبعا من الرسم اللي قدامنا كده قبل ما نقرأ المسألة واضح ان ملهاش real
روتس لان انا عندي مفيش اي انترسكشن مع الاكس اكسس. يقول لي الاوبوزيت فيجر ريبريزنتس ذا كيرف اوف ا كوادراتيك فانكشن اف زين ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن اف اوف اكس ايكوال 0. يعني ايه اف اوف اكس ايكوال 0؟ يعني الواي ايكوال 0. هل الكيرف ده عليه اي نقطه الواي بتاعتها ايكوال 0؟ لا طبعا. يبقى الحل بتاعنا هيكون ايه؟ هيكون فاي. اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر السوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن ان ار، شايفينها على الرسمه فين؟ اهي البوينت دي اللي هي ايه نيجاتيف 2. روت واحد ولا اتنين؟ لا ناخد بالنا دول اتنين، ده نيجاتيف 2 ومعاه واحد تاني نيجاتيف 2. امال يا مستر احنا ليه كاتبين هنا نيجاتيف 2؟ ما انا لما اجي اكتب الست ما ينفعش اقول نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 لان انا ما بكررش الاليمنتس في الست، يعني دي كده غلط ما ينفعش نكتبها كده، فهنكتب نيجاتيف 2. يبقى هنختار الايه؟ الايه. يبقى انا يهمني ان انت تبقى عارف ان هما دبل روتس، يعني تو روتس موجودين مع بعض بس بنكتب فاليو واحده. اللي بعديها هنا السوليوشن سيت للايكويشن دي واضح طبعا ان الاكس ايكوال 1 والاكس ايكوال كام؟ 3 اللي هي دي. ما نختارش الاوردر دي بير، نختار دي. بروبلم 4 بيقول لي اف ذا كيرف اوف ذا كوادراتيك فانكشن دازنت انترسكت الاكس اكسس ات اني بوينت. تخيلنا خلاص كده شكله، ده طالع فوق يا اما ايه نازل تحت داون وورد. زين the number of solutions of the function f of x equals 0 is a number of solutions. ها unique solution؟ لا طبعا. two solutions؟ لا. infinite؟ لا. امال ايه؟ 0. ملهاش الفانكشن دي خالص اي solution في الار. اللي بعديها if the curve of the quadratic function f passes through the points negative 1 و 0 و 0 negative 4 و d و d then the solution of the equation ديت is a. المسألة دي حلوة، مديك مجموعة بوينتس ويقول لك الحل بتاعها ايه. انا عارف ان الحل عند الواي بزيرو، طب مين البوينتس اللي فيها الواي بزيرو؟ عندي نيجاتيف 1 وزيرو اهي، عندي زيرو هنا اهو، وايه كمان عندي هنا 4 وزيرو. يبقى معنى كده ان البوينت دي والبوينت دي هما الانترسكشن مع الاكس اكسس. طب الاكس فاليوز فين؟ نيجاتيف 1 و 4. يبقى نختار نيجاتيف 1 و 4 دي. يلا اللي بعديها بيقول لي هنا the curve of the function دي intersects the x-axis at the two points. مين هما ال two points دول؟ ال two points دول لازم يكون ال y coordinate بتاعهم بزيرو. يعني مثلا choice زي ده 0 و 5 ما ينفعش، ما ينفعش ابدا، لازم تكون ال y بزيرو. نبص هنا بقى نلاقي كل دول ال y فيهم بزيرو، يبقى نعمل ايه؟ نعمل تيست، اخد بوينت واعوض بيها. لو جيت انا عوضت هنا بال x ب 2 هل الواي تبقى بزيرو؟ نشوف هنا 2 سكويرد ب 4 ماينس 5 تايمز 2 10 يبقى ماينس 6، يبقى الواي هنا ب 6، يبقى ما ينفعش اخد برضو ايه؟ ناخد دي. يبقى انا عندي التو تشويسز دول نفصل ما بينهم نعوض. طبعا 0 و 0 و 0 دي ما اخدهاش لان اكيد ايه؟ هتطلع 0 و 0. لو اخدنا الاكس ب 5 يبقى هنا عندي 25 ماينس 5 تايمز 5، لقيت 25 يديني 0، هو ده التشويس الايه؟ المظبوط. يلا اللي بعديها بيقول لي السوليوشن سيت للايكويشن دي از نيجاتيف 1 اوفر 2. يبقى الكيب كام؟ ناخد النيجاتيف 1 اوفر 2 نعوض بيها مكان الاكس سكويرد، يعني اجيب الاف اوف نيجاتيف 1 اوفر 2. يعني ال 4 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2 سكويرد اللي هي 1 اوفر 4. الكلام ده بلس ال 4 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2 بلس الكي ايكوال 0. ده راح مع ده، 2 يديني 1 هنا يديني 2، يبقى انا عندي هنا 1، يبقى انا عندي هنا 1 وهنا ماينس ال 2 بلس الكي ايكوال 0. يبقى نيجاتيف 1 بلس الكي ايكوال 0 ده معناه ان الكي ايكوال كام؟ كي ايكوال 1. يبقى تشويس بي. اللي بعديها اكس ايكوال 3 از ون اوف ذا سوليوشنز للايكويشن دي. يبقى الاي بكام؟ one of the solutions. يبقى من حقي اعوض بيه في الايكويشن مكان الاكس. يبقى انا عندي at x equals 3 يبقى انا عندي 3 squared minus a times 3 minus 6 equals 0. يعني 9 minus 3a minus 6 equals 0.
9 minus 6 يبقى 3، يبقى 3 minus 3a equal 0. ودي هنا بالايه بالبوزيتيف، يعني 3 equal 3a، ده معناه ان الـ a equal كام؟ a equal 1 choice c. يلا اللي بعديها في الايكويجن دي، if b squared minus 4ac greater than 0 ده بنسميه ايه؟ ده اللي هو الديسكريمينانت. ده اللي بيوضح لي انواع السوليوشنز او انواع الروتس ايه. greater than 0 يبقى الروت هيطلع لي فاليو، يعني البوزيتيف نيجاتيف هيشتغل، يعني هيطلع لي تو سوليوشنز. then this equation has a roots in r، double roots او two roots in r. اللي بعد كده بيقول لي الايكويشن ديت equal 0 if b squared minus 4ac equal 0 الديسكريمينانت ب 0 يبقى ليها كام روت؟ ليها just one solution، يبقى اللي تشويس اي. يلا في الايكويشن دي x squared plus bx plus c اللي هي الكوادراتيك ايكويشن، الديسكريمينانت less than 0، less than 0 يبقى ملهاش روتس خالص. then the number of roots of the equation in r equals a، ها 1 ولا 2 ولا 0 ولا infinite؟ لا طبعا 0 ملهاش. اللي بعديها الاكس عندي بتبلونجز للr، يبقى الايكويشن دي equal 0 has a. بيسالني بقى هنا على عدد الروتس، يبقى لازم اتشيك على مين؟ اتشيك على الديسكريمينانت. يبقى انا في المساله دي مش هشتغل بالجنرال فورميولا، لا ده انا هشتغل بس على b squared minus 4ac. تمام؟ طب انا عندي هنا الاب كام؟ الاي عندي equal 1 والبي equal برضو 1 والسي equal برضو 1 اهي 1 و1 و1. يبقى b squared minus 4ac هتيكوال كام؟ b squared ب 1 squared ب 1 هيبقى minus 4 times 1 اللي هي a times c ب 1 اللي هي 1 minus 4 which is negative 3، ونيجاتيف 3 less than 0، وطالما less than 0 يبقى ملوش roots، يبقى has no roots. problem 2 بيقول لي find the solution set of the following equation، عايزها graphically، عايزها بالfactorization، عايزها بالجنرال فورميولا، عايزها بالكالكوليتر. طيب هو بيقول لي graphically في الانترفال ايه؟ من نيجاتيف 4 لحد 2. نعمل التيبل بتاعنا من نيجاتيف 4 لحد 2. ولو سمحت ما تنساش تحسب نيجاتيف b اوفر 2a ايكوال كام. ليه؟ عشان اتاكد ان الفيرتكس موجوده وزن الانترفال دي وانتجر عندي صريح، عشان اقدر اعمل سيمتري ما بين الفاليوز بتاعت الواي وبعضها. طب نيجاتيف بي، البي عندي بكام؟ البي عندي ب 2، يبقى نيجاتيف 2 ديفايدد 2 تايمز الاي عندي بكام؟ الاي عندي ب 1، يبقى نيجاتيف 2 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني نيجاتيف 1. يبقى الفيرتكس فين؟ عند النيجاتيف 1. يبقى الفاليوز دي هتطلع زي دي بالظبط. طيب يلا نجيب اف اوف نيجاتيف 4. اف اوف نيجاتيف 4 هتيكوال معانا نيجاتيف 4 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 4 minus 3. negative 4 squared ب 16 يبقى 16 minus 8 minus 3 يدينا 5، يبقى دي 5. طيب بعد كده f of negative 3 هتيكوال معانا negative 3 squared plus 2 times negative 3 minus 3 اللي هي 9 minus 6 minus 3 يديني 0. يلا f of negative 2 هتيكوال معانا كام؟ نيجاتيف 2 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 3 اللي هي هيبقى هنا 4 ماينس 4 ماينس 3 يديني هنا نيجاتيف 3. يلا اخر واحده، لان انا بعد كده كل ده بيبقى سيمتري لده. اف اوف نيجاتيف 1 هتيكوال نيجاتيف 1 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 3 اللي هي 1 minus 2 minus 3 اللي هي بنيجاتيف 4. خلاص دي كده الفيرتكس، انا عارف ان الفاليوز دي لازم تكون سيمتري للفاليوز اللي هنا، يعني هنا نيجاتيف 3 تبقى هنا نيجاتيف 3، هنا 0 هنا ايه؟ هنا 5. يلا نرسم الرسمه، نيجاتيف 1 معاها نيجاتيف 4 تبقى هنا، 0 ونيجاتيف 3 اهي، 1 و 0 اهو، 2 و 5 اهو، نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اهي، نفس اللي كانت موجوده في الليسون.
نيجاتيف 3 و 0 نيجاتيف 4 ومعاها الايه ومعاها الفايف. نرسم يلا الرسمه. مين هم الروتس اللي عندي؟ ادي روت اهو اللي هو عند الاكس ايكوال 1، وادي الروت الثاني عند الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. وطبعا طالع لي صراحه اهو عند ال1 وعند النيجاتيف 3 الواي عندي بكام؟ الواي عندي بزيرو. يبقى زين الاس اس عندي عباره عن 1 وكام؟ ونيجاتيف 3. طيب يلا نحل الفاكتورايزيشن. هي عباره عن اكس سكويرد بلس 2 اكس ماينس 3. انا عندي اكس سكويرد بلس 2 اكس ماينس 3 ايكوال 0 اللي هو بين 2 براكتس اكس واكس، واحده ماينس واحده بلس. ايه بقى ايه؟ اديني 3 والديفرنس يديني 2. طبعا 3 تايمز 1 و3 اتحط مع الايه؟ مع الساين بتاعت الميدل تيرم، هنا ال 3 وهنا الايه؟ وهنا ال 1. يبقى الاكس ماينس 1 ايكوال 0 اور الاكس بلس 3 ايكوال 0. يبقى هنا عندي الاكس ايكوال 1 والاكس عندي هنا ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 3. يبقى فعلا السوليوشن سيت ايكوال معايا برضو 1 وايه؟ ونيجاتيف 3 زي ما طلعناها جرافيكالي. طيب ثالث حاجه نعملها بالجنرال فورميولا. الاي عندي ايكوال كام؟ الاي عندي ايكوال 1، البي عندي ايكوال 2، السي ايكوال نيجاتيف 3. يلا نجيب الروتس نكتب القانون اكس 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف بي بلس ماينس روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي. يلا نعوض اللي هو هيكوال نيجاتيف بي يعني نيجاتيف 2 بلس ماينس روت بي سكويرد ب 4 ماينس 4 تايمز الاي ب 1 تايمز السي ب نيجاتيف 3 ديفايدد 2 تايمز 1 اللي هي نيجاتيف 2 بلس ماينس روت هنا 4 ودي هنا عندي ماينس 4 تايمز ماينس 3 اللي هي بوزيتيف 12 و4 تبقى 16 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2 اللي هي نيجاتيف 2 بلس ماينس ال 4 روت 16 ب 4 ديفايدد 2. وتيجي هنا اللقطه المشهوره اللي باخد فيها كومن فاكتور ما بين الايه؟ الترم ده والترم ده. ناخد ال 2 كومن فاكتور يبقى معايا نيجاتيف 1 بلس ماينس كام؟ ال 2 ديفايدد 2 ده يديني 1 ده يديني 1. يبقى انا عندي اكس 1 عندي ايكوال كام؟ هيبقى نيجاتيف 1 ياخد البلس بلس 2 اللي هو كام؟ نيجاتيف 1 بلس 2 اللي هي 1. طيب والاكس 2 عندي ايكوال كام؟ هيبقى نيجاتيف 1 ماينس 2 اللي هو كام؟ نيجاتيف 3. يبقى زين الاس اس عندي هتيكوال 1 وكام؟ ونيجاتيف 3. طبعا واضح جدا ان الفاكتورايزيشن اسهل حاجه عندي ان انا اطلع الروتس بتاعت الكوادراتيك فانكشن. الكالكوليتر طبعا انتوا ممكن تستعملوها وتجربوا ازاي تطلعوا الروتس، لكن في الامتحان لازم هتستعمل الجنرال فورمولا وتكتب الحل كده. بروبلم 4 بيقول لي جراف ذا فانكشن اف اوف اكس اكس سكويرد بلس 2 اكس بلس 1 في الانترفال دي. من الجراف عايزين نطلع السوليوشن. زي ما اتفقنا اول حاجه نتاكد منها ان الفيرتكس موجوده معايا في التيبل. يبقى نشوف نيجاتيف بي اوفر 2 اي هتيكوال كام؟ نيجاتيف بي عندي الاي عندي ب 1 البي ب 2 السي يبقى نيجاتيف 2 ديفايدد 2 تايمز ال 1 اللي هي نيجاتيف 2 ديفايدد 2 اللي هي نيجاتيف 1. يبقى انا الفيرتكس عندي هي النقطه دي. خلاص انا كده اتاكدت ان الفيرتكس معايا، يبقى هعرف ارسم الرسمه بطريقه مظبوطه. نجيب f of negative 4 هتبقى negative 4 squared plus 2 times negative 4 plus 1 اللي هي تديني 16 هنا minus 8 plus 1 اللي هي 9. نكتب هنا 9. نجيب f of negative 3 هتبقى negative 3 squared بلس 2 تايمز نيجاتيف 3 بلس ال 1 اللي هي 9 ماينس ال 6 بلس ال 1. 9 ماينس 6 3 بلس 1 يديني 4 يبقى هنا عندي 4. نيجي نشوف اف اوف نيجاتيف 2 هتبقى معانا نيجاتيف 2 سكويرد
بلس 2 تايمز نيجاتيف 2 بلس 1 اللي هي 4 ماينس ال 4 بلس 1 اللي هي 1. نيجي نشوف الفيرتكس اف اوف نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 سكويرد بلس 2 تايمز نيجاتيف 1 الكلام ده بلس 1 نيجاتيف 1 سكويرد ب 1 هنا نيجاتيف 2 هنا بلس 1 يبقى 2 ماينس 2 عندي بايه؟ ب 0. طالما وصلت للفيرتكس انا عارف ان الفاليوز دي هي هي الفاليوز دي يبقى ده كده 1 ده كده 4 ده كده ايه؟ 9. يلا نرسمها مع بعضينا. عند النيجاتيف 1 ب 0 عند ال 0 ب 1 عند ال 1 ب 4 عند ال 2 ب 9. الناحية التانية نيجاتيف 2 1 عندي النيجاتيف 3 و 4 وعندي ال 4 مع نيجاتيف 4 مع ال 9. طبعا واضح من الرسم ان الايه ان الروت عندي موجوده عند النيجاتيف 1 ومن قبل كده طبعا هو ظاهر معايا في التيبل عند النيجاتيف 1 الفاليو بتاعت الواي بكام؟ ب 0. يبقى نقدر نقول على طول زين السوليوشن سيت ايكوال معانا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. بروبلم 5 بيقول لي جراف الفانكشن ديت على الانترفال دي ومن الجراف حدد المينيمم فاليو عايز الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري عايز السوليوشن سيت. الانترفال عندي من نيجاتيف 1 ل 5 نحط الفاليوز هنا نيجاتيف 1 0 1 2 3 4 اند ايه اند 5. الاي عندي ايكوال 1 والبي عندي ايكوال نيجاتيف 4. نحاول نتاكد ان الفيرتكس معانا. الفيرتكس عند النيجاتيف بي اوفر 2 اي عند الاكس ايكوال نيجاتيف بي اوفر 2 اي اللي هي هتيكوال معانا نيجاتيف بي اللي هي 4 ديفايدد 2 تايمز 1 اللي هي 4 ديفايدد 2 يديني 4. يبقى هي دي الفيرتكس اللي عندي عند الاكس ايكوال 2. وبالتالي هنعرف نرسم الجراف بشكل مظبوط مش هيكون في عندي اي مشكله في تحديد الفيرتكس. يلا نعوض ونجيب الفاليوز ديت وكده كده الفاليوز دي زيها بالظبط. نجيب اول حاجه اف اوف نيجاتيف 1 هت ايكوال معانا نيجاتيف 1 سكويرد ماينس 4 تايمز نيجاتيف 1 بلس 3 اللي هي عند نيجاتيف 1 سكويرد ب 1 بلس ال 4 بلس ال 3 يديني 8. يبقى هنا 8. بعد كده اف اوف 0 هي ايكوال ده راح وده راح تديني 3 يبقى اف اوف 0 ب 3. يجيب اف اوف 1 هيبقى 1 سكويرد ماينس 4 تايمز 1 بلس 3 اللي هي 1 ماينس 4 بلس 3 تديني 0. نجيب اف اوف 2 اللي هي 2 سكويرد ماينس 4 تايمز 2 بلس 3 اللي هي 4 ماينس 8 بلس 3 تديني نيجاتيف 1. بعد ما وصلت للفيرتكس نعمل مابنج للفاليوز دي هنا. يبقى هنا عندي 0 و 3 و 8. نقدر نحدد النقط بتاعتنا ونرسم الفيرتكس عند 2 ونيجاتيف 1 هنا كده. بعد كده ال 3 عندها 0 ال 4 عندها 3 ال 5 عندها 8. الناحيه الثانيه 1 و 0 0 و 3 بعد كده نيجاتيف 1 و 8. نرسم الرسمه. لو انا بصيت على التيبل هلاقي ان الواي بتيكوال 0 عند الاكس ايكوال 1 وبتيكوال 0 عند الواي ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى على طول ممكن اقول ان السوليوشن سيت هتيكوال معانا 1 وكام؟ و3 اللي هي الروتس اللي ظهرت لي على الرسمه هنا وايه؟ وهنا النقط بتاعت الانترسكشن مع الاكس اكسس. طب هو طالب المينيمم فاليو، ليه قال لك مينيمم؟ عشان ده ملوش ماكسيمم مفتوح ابورد. طب المينيمم فاليو فين؟ ناخد بالنا مينيمم فاليو يعني الكورسبوندنج واي للايه؟ للفيرتكس. طب هي الفيرتكس عندي فين؟ الفيرتكس عندي عند 2 ونيجاتيف 1. هنا بطلع منها بمعلومتين الايكويشن اوف الاكسس اوف سيمتري هتبقى اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 2 والمينيمم فاليو اللي هي ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى زين ذا مينيمم فاليو is negative 1
and x equal to is the equation of the axis of symmetry. Problem 8 بيقول لي graph the curve of the function f of x equal expression ده on the interval 0 3 and from the graph find the solution set of the function. زي ما اتفقنا اول حاجة نجيب negative b over 2a. انا عندي هنا negative b over 2a هت equal ال a عندي بكام؟ ال a عندي ب 4 وال b عندي ب 12. negative 12 يديني 12 divided 2 times 4 يديني 8 اللي هي divided 4 يديني 3 divided 4 يديني 2 اللي هي 1.5. فعلا موجودة عندي في الانترفل لازم اخد 1.5 لازم. يبقى انا عندي هنا 1.5 لانها هتوضح لي الفيرتكس فين اللي هبدأ بيها رسمة الكيرف. طيب ال 1.5 عندها الفيرتكس بكام او الفاليو بكام؟ نقول f of 1.5 هت ايكوال 4 times 1.5 squared minus 12 times 1.5 كلام ده plus 9. لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هتدينا 0 يبقى هنا ب 0. بعد كده نختار بوينتس على مسافات متساويه من الايه؟ من الفيرتكس يعني 1.5 لو خدت هنا 2 ناخد هنا ايه؟ ناخد هنا 1. لو خدت هنا 3 ناخد هنا ايه؟ ناخد هنا 0. البوينتس دي على مسافات متساويه من الفيرتكس ودي هتبقى زي دي وال1 هتبقى زي ال2. يلا نجيب اف اوف 0. اف اوف 0 ده راح وده راح يديني 9 بتديني 9 هنا و9 هنا. يلا نجيب اف اوف 1 دي هنا 9 هيبقى 4 تايمز 1 سكويرد ماينس 12 تايمز 1 بلس مين؟ بلس 9 اللي هي عندنا 4 ماينس 12 بلس 9 يبقى 13 ماينس 12 يديني 1 يبقى هنا 1 وهنا برضو ايه؟ وهنا برضو 1. يبقى انا كده ممكن اقدر ارسم الرسمه بتاعتي عند ال 1.5 و 0 هنا كده وبعد كده 2 1 هنا كده و 3 و 9 هنا كده. نفس الكلام هتبقى 1 1 و 0 و 9. ونرسم الرسمة. من الجراف زي ما انتم شايفين ان السوليوشن سيت عبارة عن just one solution اللي هو 1.5 والفاليو دي واضحة جدا فين؟ في التيبل كمان. يبقى ال SS 1.5. بروبلم 9 بيقول لي draw the graphical representation of the function في الانترفال اللي احنا شايفينها دي then find the solution set of the function f of x equal 0. عشان نرسم ال f of x دي الاول نظبط بس ايه شكل الفانكشن. نعمل distribution لل 2x هنا وايه وهنا وكذلك ال negative 3 هنا وايه وهنا. يبقى انا عندي ال f of x هت equal معنا 2x times x يبقى 2x squared 2x times negative 1 يبقى negative 2x وعندي هنا negative 3x نيجاتيف ال 6 بلس الايه؟ بلس ال 5. يعني ال f of x عندي هت ايكوال 2x باور 2 ماينس 2x وماينس 3x يبقى ماينس ال 5x. نيجاتيف 6 وبلس ال 5 يبقى نيجاتيف 1. وزي ما اتفقنا اول حاجه هنعملها نشوف ال a وال b. ال a بكام؟ وال b بكام؟ عشان نحدد الفيرتكس. ال a عندي ب 2 ال b عندي بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 5. يبقى الفيرتكس ات a الvertex at x equal negative b over 2a اللي هي negative negative 5 ب 5 2 times 2 يديني 4 اللي هي 1.25. يبقى انا لازم البوينت دي اشتغل عليها لازم. تقريبا هتبقى هنا مثلا 1.25 نص التيبل. وبعد كده نجيب مين؟ نجيب f of 1.25 تديني ايه؟ نعوض بقى هنا في الصورة بعد ما بسطناها يبقى 2 times 1.25 squared minus 5 times 1.25 الكلام ده minus 1. الكلام ده هيدينا بالكالكوليتر negative 4 and 125 thousandths.
يبقى انا عندي هنا هيديني نيجاتيف 4.125. نبتدي ناخد مسافات متساويه على الرايت وعلى الليفت، لان انا عارف ان الكيرف سيمتريك اراوند الفيرتكس. يعني ايه؟ يعني لو خدت مثلا هنا 2 يبقى لازم اخد هنا، هنا الفرق بينهم 0.75، يبقى لازم انزل هنا 0.75 اللي هي 0.5. اوكي، طب لو زودت هنا 1 ابقى 3، نزود هنا 1 تبقى نيجاتيف 0.85. ليه بعمل كده؟ عشان اخد قيم سيمتريك اباوت الفيرتكس. يبقى انا لو خدت الفاليو اوف 2 والفاليو اوف 3 هتديني نفس الفاليوز بتاعت ال 0.5 والنيجاتيف 0.5. يبقى هنجيب اف اوف 2 واف اوف 3. يبقى انا عندي ال اف اوف 2 ايكوال 2 تايمز 2 سكويرد ماينس ال 5 تايمز 2، الكلام ده ماينس ال 1 اللي هو هيديني 2 تايمز 4 ايكوال 8. يبقى 8 ماينس ال 10 ماينس ال 1 اللي هي نيجاتيف 3. يبقى عند f of 2 بنيجاتيف 3، والمفروض تبقى f of 0.5 برضو بنيجاتيف 3. طيب يلا ناخد f of 3. f of 3 equal هيبقى 2 times 3 squared minus 5 times 3، الكلام ده minus 1 اللي هي 2 times 9 18 minus 15 minus 1 يديني 2. يبقى انا عندي f of 3 equal 2 وهنا equal كام وهنا equal 2. يلا نحدد البوينتس 1.25 and negative 4.125 تقريبا هنا كده، وننزل بالنيجاتيف تبقى هنا كده تقريبا الفيرتكس هنا. طيب ال2 عند نيجاتيف 3، ادي ال2 عند نيجاتيف 3. ال3 عند كام؟ ال3 عند ال2. بعد كده ال0.5 عند نيجاتيف 3، ال0.5 هنا كده عند النيجاتيف 3 الحته دي كده. وبعد كده نيجاتيف 0.5 تديني 2، هنا تديني هنا كده. يلا نرسم، نطلع بدي كده ونطلع بدي كده. لما نيجي نشوف فين السوليوشن بتاعنا، السوليوشن هيبقى البوينت دي كده والبوينت ايه والبوينت دي هنا كده. السوليوشن هيختلف من طالب لطالب، لان زي ما قلت لكم ان انا طالما ما طلعليش في التيبل واي فيها فاليوز بزيرو يبقى انا هقدرها. قلنا من شويه ان الجرافيكال ريبريزنتيشن ما بيبقاش اكوريت، يبقى كل واحد ودقته في الرسم. انا مثلا شايفها هنا 2.8 والناحيه الثانيه هنا انا شايفها مثلا نيجاتيف 0.2. واحد ثاني ممكن يقول لي 2.7، واحد هنا ممكن يقول نيجاتيف 0.3، واحد هنا ممكن يقول لي 0.75، واحد هنا ممكن يقول 0.25. مين فيهم الحل؟ عشان نعرف مين اقرب واحد للحل ممكن نجيب f of a 2.8، وممكن نجيب f of 2.7، وممكن نجيب f of 2.75، وكذلك هنا اقرب values للزيرو هتبقى هي دي الحل. هنا مثلا ممكن نقول ان السوليوشن سيت equal negative 0.2 وكام و 2.8. problem 10 بيقول لي find in R the solution set of each of the following equations using a general law. x squared plus 7x plus 2 equal 0. نعمل ايه اول حاجة؟ نجيب ال A ونجيب ال B ونجيب ال C. ال A عندي بكام؟ ال A ب 1. ال B بكام؟ ال B ب 7. السي بكام؟ السي ب 2. نكتب القانون بتاعنا x1 و x2 equal نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف روت b سكويرد ماينس 4ac ديفايدد 2a اللي هت equal نيجاتيف b يعني نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف روت b سكويرد يعني 49 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي ب 2 ديفايدد 2 تايمز 1 اللي هي ديفايدد 2 يديني نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف الروت هنا 49 ماينس 8 لان 4 تايمز 2 از 8 يبقى ماينس ال 8 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2 اللي هي هتيكوال معانا نيجاتيف 7 بلس ماينس روت هنا 41 divided 2
بعد كده اقدر اجيب اكس 1 واكس 2. اكس 1 عندي ايكوال نيجاتيف 7 بوزيتيف روت 41 ديفايدد 2، واكس 2 عندي هتيكوال معانا نيجاتيف 7 ماينس روت 41 ديفايدد 2. لما نيجي نعمل الاكس 1 على الكالكوليتور هتطلع معانا تقريبا نيجاتيف 0.3، وبيقول لي هنا ابروكسيميت تو ذا نيرست تنس، هيطلع معايا كده. وهيطلع معايا الاكس 2 تقريبا بنيجاتيف 6.7. يلا اللي بعديها. هو المهم ازاي اعرف استعمل القانون. الاي عندي ايكوال 1، مين هي الاي؟ الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد. البي ايكوال كام؟ نيجاتيف 4، اللي هي مين؟ الكوفيشنت بتاع الاكس. السي الابسوليوت تيرم اللي هو 1، اكس 1 واكس 2 ايكوال نيجاتيف البي بوزيتيف نيجاتيف بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي، اللي هي هتديني نيجاتيف بي يعني نيجاتيف نيجاتيف 4 اللي هي 4 بلس ماينس الروت بي سكويرد يعني نيجاتيف 4 سكويرد ب 16 ماينس 4 تايمز الاي ب 1 تايمز السي ب 1 ديفايدد 2 تايمز ال 1 اللي هي 2، اللي هي تديني 4 بلس ماينس روت 16 ماينس 4 يديني 12، وعندي هنا ايه؟ وعندي هنا 2. هل ال 12 جواها بيرفكت سكوير؟ جواها اللي هو مين؟ اللي هو ال 4. يبقى دي جواها 4 تايمز 3. ال 4 تطلع لي بره الروت بكام؟ ب 2، يعني ده هيكوال معانا كده 4 بلس ماينس 2 روت 3 ديفايدد 2. وزي ما قلنا في اللقطه دي دايما بناخد كومن فاكتور من التو تيرمز دول، يعني هتيكوال معانا كده هناخد 2 از كومن فاكتور من الفور والتو، يبقى هنا 2 هنا بلس ماينس روت 3 ديفايدد 2. لما اخد من الفور 2 بالديفيجن يديني 2، لما اخد من التو 2 بالديفيجن يديني 1، ما بنكتبوش. تروح التو مع مين؟ مع التو، يبقى الاكس 1 واكس 2 هتيكوال 2 بلس ماينس روت 3. يبقى ده معناه ان انا عندي روت منهم اللي هو اكس 1 ياخد البوزيتيف فاليو هيبقى 2 بلس روت 3، وعندي اكس 2 هيبقى 2 ماينس روت الايه؟ روت 3. لما نيجي نطلعها على الكالكوليتور هيبقى تقريبا الاكس 1 هيكوال 3.73، والاكس 2 عندي هيكوال 0.27. يبقى السوليوشن سيت عندنا هتكوال 0.27 و A و 3.73. وعندي في المسألة اللي فوقها برضو نكتب ال SS بتاعنا. السولوشن سيت هنا هت equal negative 0.3 و negative 6.7. problem 3، ال A عندي equal 2، ال B عندي equal negative 4، ال C عندي equal 1، X1 و X2 equal negative B positive negative root b squared minus 4ac divided 2a اللي هي negative 4. وناخد بالنا ال 4 بنيجاتيف، ودي اخطر حتة في المسألة، دايما بيتنسي النيجاتيف ده. يبقى هنا 4 plus minus root b squared اللي هي 16 minus 4 times ال a عندي ب 2 ال c عندي ب 1 وهنا عندي 2a، يبقى 2 times ال a 2 اللي هي 4 بلس ماينس روت. هنا 4 تايمز 2 از 8، 16 ماينس ال 8 يديني 8، وعندي هنا 2 تايمز 2 از 4. ال 8 دي عباره عن 4 تايمز 2، وال 4 بيرفكت تطلع بره ب 2، يعني هنا 4 بلس ماينس 2 روت 2 ديفايدد 4. ناخد 2 كومون هيبقى عندي 2، وهنا 2 بلس ماينس روت 2 divided 4، ده يديني 1 ده يديني 2، اللي هي هتطلع معانا 2 بلس ماينس روت 2 divided 2. يبقى انا عندي x1 و x2 كالاتي. يبقى انا عندي x1 هي equal 2 بلس روت 2 divided 2، و x2 هي equal 2 ماينس روت 2 divided 2. ده هيطلع معانا 1.707، وده هيطلع معانا 0.2
9 and 3. يبقى السوليوشن سيت 1.707 and 4.293. يلا اللي بعده. الـ A عندنا equal 3، الـ B equal negative 6، الـ C عندي equal 1. القانون بتاعنا x1 و x2 equal negative b positive negative root b squared minus 4ac divided 2a اللي هو negative b وعندي negative 6 يبقى 6 positive negative root b squared يعني 36 minus 4 times ال a times ال c divided 2a يبقى 2 times 3. تدينا الاتي 6 positive negative root 36 minus الكام ال 12 وعندي هنا 6 اللي هي 6 plus minus root 36 minus 12 يديني 24 divided 6. هل ال 24 جواها perfect square؟ انا عندي ال perfect squares ال 4 وال 9 وال 16 and so on، مفيش فيها غير ال 4. يبقى 4 times ال A ال 6 وال 4 تطلع بره هنا بكام؟ ب 2. يبقى هتيكوال معنا الاتي 6 positive negative 2 root ال 6 divided ال 6. لو خدنا 2 common factor هتديني 2 هنا 3 plus minus root ال 6 divided كام divided ال 6 ده يديني 1 ده يديني 3. تنهي معايا المسألة 3 positive negative root ال 6 divided ال 3. يبقى x1 و x2 3 plus root 6 divided 3 اللي هي هتدينا 1.816 والx2 عندي هي equal 3 minus root 6 divided 3 اللي هي هتدينا 0.184. يبقى solution set 1.816 و 0.184. problem 5 لما نيجي نبص عليها نحس شكلها غريب شوية. ليه شكلها غريب؟ جاي لي 2 terms وما فين الترم الثالث اللي هو الـ absolute term؟ مش موجود، يبقى بزيرو. يبقى أنا عندي هنا الـ A equal 2 والـ B equal 5 والـ C equal 0. يبقى X1 و X2 equal negative B plus minus root B squared minus 4 AC divided 2A اللي هي نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف ال 5 بلس ماينس روت البي سكويرد بكام اللي هي 25 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 2 تايمز السي ب 0 ديفايدد 2 اي اللي هي 4. طبعا ده كده راح تدين نيجاتيف 5 بوزيتيف نيجاتيف روت 25 ديفايدد 4 اللي هي نيجاتيف 5 بوزيتيف نيجاتيف روت 25 ب 5 divided 4. يبقى انا عندي x1 هتاخد البوزيتيف فاليو، x2 تاخد النيجاتيف فاليو. يبقى نيجاتيف 5 بلس ال5 divided 4 اللي هي 0 divided 4 يديني 0. x2 اللي هي نيجاتيف 5 minus ال5 divided 4 اللي هي نيجاتيف 10 divided 4 اللي هي نيجاتيف 2.5. يبقى على طول السوليوشن سيت هتيكوال معانا 0 ونيجاتيف 2.5. يلا اللي بعديها. هنا الـ A عندي ب 1، الـ B عندي equal 3، الـ C عندي equal كام؟ equal 5. X1 و X2 نيجاتيف B بوزيتيف نيجاتيف روت B squared minus 4 AC divided 2A نيجاتيف B يعني نيجاتيف 3 positive negative root b squared يعني 9 minus 4 times ال b 1 times ال c 5 divided 2a 2 times 1 يديني 2 اللي هي negative 3 positive negative root 9 minus 4 times 5 29 minus 20 يديني negative 11 divided 2. طالما وصلنا ولقينا الديسكريمنت بتاعي او اللي هي الفاليو اللي موجوده تحت الروت بنيجاتيف يبقى على طول ال S S equal 5 لان مفيش حاجة عندي اسمها root negative for real numbers. problem 7 ال A عندي equal 1، ال B عندي equal 8، ال C عندي equal 9.
اكس 1 واكس 2 نيجاتيف بي بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي هي نيجاتيف 8 بوستد نيجاتيف روت بي سكويرد يعني 64 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي ب 9 ديفايدد 2 تايمز 1 يديني 2 اللي هي هتديني هنا نيجاتيف 8 بوستد نيجاتيف روت 64 ماينس 3 4 تايمز 9 36 ديفايدد 2 اللي هي نيجاتيف 8 بوستد نيجاتيف روت هنا 4 ماينس 6 مش هينفع يبقى هنا 14 ماينس 6 8 وعندي هنا 5 ماينس ايكوال 2 ديفايدد 2 28 جواها 4 تايمز 7 وال 4 بيرفكت يعني هتطلع لي بره الروت هنا بكام؟ ب 2 يبقى هتيكوال معانا كده نيجاتيف 8 بوستيف نيجاتيف 2 روت 7 ديفايدد 2 ناخد ال 2 كومون من ال 8 ومن ال ايه؟ من ال 2 روت 7 تبقى 2 هنا نيجاتيف 4 بوستيف نيجاتيف روت 7 ديفايدد 2 ال 2 تروح مع مين؟ ال 2 والحركة دي دايما بتتعمل في مسائل الجنرال لو يبقى هيديني هنا نيجاتيف 4 بوستيف نيجاتيف روت الايه؟ روت 7 يبقى انا عندي الاكس 1 هتيكوال نيجاتيف 4 بلس روت 7 وهو بيقول لي ان روت 7 خدها ب 2.65 يعني نيجاتيف 4 بلس 2.65 اللي هي هتطلع معانا بنيجاتيف 1.35 وعندنا ال x2 هتبقى نيجاتيف 4 ماينس روت 7 اللي هي هتيكوال معايا نيجاتيف 4 ماينس 2.65 اللي هي هتبقى نيجاتيف 6.65 يبقى السوليوشن سيت نيجاتيف 1.35 ونيجاتيف 6.65 يلا اللي بعد كده ال a عندي ب 2 ال b عندي بنيجاتيف 1 ناخد بالنا دي كده معناها نيجاتيف 1 السي عندي بنيجاتيف 2 خد بالك السي هنا مش 2 السي نيجاتيف 2 اكس 1 واكس 2 نيجاتيف بي وسط نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي هي نيجاتيف بي وعندي هنا نيجاتيف 1 يبقى 1 بلس ماينس الروت بي سكويرد يعني 1 ماينس 4 تايمز الاي ب 2 تايمز السي ب نيجاتيف 2 ديفايدد 2 تايمز 2 يديني 4 اللي هي 1 بوزيتيف نيجاتيف روت 1 ماينس 4 تايمز 2 8 تايمز نيجاتيف 2 بوزيتيف 16 1 يبقى 17 ديفايدد الايه ال 4 هو بيقول لي خد ال 17 ب 4.12 يبقى دي اكنها 1 بوزيتيف نيجاتيف 4.12 ديفايدد ال 4 يبقى الاكس 1 هت equal 1 plus 4.12 divided 4 و x2 هتبقى 1 minus 4.12 divided 4 دي x1 ال x1 هت equal معانا 1.28 وال x2 هت equal معانا negative 0.78 يبقى solution set 1.28 و negative 0.78 نيجي نشوف exercise 11 بيقول لي find in R the solution set of each of the following equations using the general formula approximating the result to 3 decimal digits. طبعا احنا اتدربنا كتير على القانون فانا هظبط معاك وضع الايكويجن لان جاي لك شكلها غريب شويه هنحدد الاي والبي والسي وهسيبكم تكملوا. هنا x minus 3 squared minus 5x equals 0 اشتغل عليها ازاي؟ لازم اكسباند البراكت ده. البراكت ده بيتفك ازاي؟ الفيرست سكويرد يبقى اكس سكويرد ماينس توايس الفيرست تايمز السكند 2x تايمز 3 يديني 6x هنا بلس 9 ماينس ال 5x ايكوال كام؟ ايكوال 0 نكومباين اللايك تيرم اللي هي النيجاتيف 6x ونيجاتيف 5x يبقى اكس سكويرد ماينس 11x بلس مين؟ بلس 9 ايكوال 0 يبقى انا عندي ال A equal 1 ال B equal negative 11 ال C equal 9 اشتغل على المسألة x1 و x2 وتعوض بالقانون وتطلع ال 2 values. نيجي اللي بعديها
لما تجيلي بالشكل ده اعمل ايه؟ دايما لما يجيلك فراكشنز تعمل مالتيبليكيشن باي الليست كومون مالتيبل للدينومينيتورز. انا عندي هنا اكس، يبقى هنعمل الايكويشنز كلها تايمز اكس، يبقى مالتيبلاي ذا هول ايكويشن باي اكس، او مالتيبلاي ذا تو سايدز باي اكس. لما ادخل الاكس هنا تبقى اكس سكويرد، لما ادخل الاكس هنا تروح مع الاكس اللي تحت يديني 4، وهنا تايمز الاكس يديني 6x، نودي دي هنا بالنيجاتيف، يبقى الاكس سكويرد ماينس ال 6x بلس ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 0، يعني ال a ايكوال 1، ال b ايكوال نيجاتيف 6، ال c ايكوال 4، وصفر كبيره. نيجي اللي بعديها، المنظر ده افكه ازاي؟ اتخلص منه ازاي؟ مين الليست كومن مالتيبل اللي دينومينيتورز اكس سكويرد، يبقى مالتبلاي بوث سايدز باي اكس سكويرد. لما ادخل الاكس سكويرد هنا تروح مع الاكس سكويرد اللي تحت يبقى 8، ندخل اكس سكويرد هنا واحده منهم تروح مع الاكس اللي تحت يبقى اكس ايكوال ايه؟ 1 تايمز اكس سكويرد اكس سكويرد. نعمل ايه؟ نجيب دي هنا بالنيجاتيف، ممكن، او نجيب دول هنا، الحلين واحد. لو جبنا دي هنا كده يبقى نيجاتيف اكس سكويرد بلس الاكس بلس ال 8 ايكوال 0، يبقى ال a عندي ايكوال كام؟ نيجاتيف 1، ال b ايكوال 1، ال c ايكوال 8. واحد تاني جاب دول هنا، يعني خلى كده اكس سكويرد ماينس الاكس ماينس ال 8 ايكوال 0، شغال، هيطلع معاك نفس الحل. يعني لو خدنا ال a ب 1 والبي بنيجاتيف 1 والسي بنيجاتيف 8 يطلع معاك نفس الحل، واسيبكم تكملوا. اللي بعديها عندي هنا تو سايدز هنعمل فيهم ايه؟ البرودكت اوف ذا مينز هي ايكوال معايا البرودكت بتاع الاكستريمز، يبقى انا عندي اكس تايمز 5 ماينس الاكس ايكوال 1 تايمز 3، يبقى انا عندي هنا 5x ماينس اكس سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 3. نجيب ال 3 هنا بالنيجاتيف يبقى ونوضبها، يبقى نيجاتيف اكس سكويرد بلس 5x ماينس 3 ايكوال 0. يبقى انا عندي ال a ايكوال نيجاتيف 1، ال b ايكوال 5، ال c ايكوال نيجاتيف 3. واحد تاني جاب دول هنا، يعني خلاها اكس سكويرد ماينس 5x بلس 3 ايكوال 0، وخلى عنده ال a ب 1 وال b بنيجاتيف 5 والسي عندي ب 3، الاثنين هيطلعوا نفس الحل، وهسيبكم ايه تجربوا دي وتجربوا دي. المساله اللي بعد كده عندي تو فراكشنز، عندي هنا 9 وعندي 3، يبقى هنملتبلاي البوث سايدز باي ايه؟ الليست كومن مالتيبل هو 9، يبقى ملتبلاي بوث سايدز باي 9 هتيكوال معنا الاتي 9x squared divided 9 minus 9 times 4 divided 3x. الكلام ده negative 2 times الـ a الـ 9. الـ 9 هتروح مع الـ 9 ده يديني 1 ده يديني 3، يعني المفروض ان هنا x squared minus 3 times 4 12 minus 12x equal negative 18. نجيب دي هنا positive 18، يعني الـ x squared ماينس 12x بلس ال 18 ايكوال 0. ده معناه ان ال a ايكوال 1، ال b ايكوال نيجاتيف 12، ال c عندي ايكوال 18، واسيبكم تكملوا. نيجي نشوف مسائل ابلكيشنز. يقول لي when a dolphin jumps over water surface its pathway follows the relation diet where while height of the dolphin above the water surface and the x is the horizontal distance in feet. Find the horizontal distance that the dolphin covers when it jumps from water till it returns again to the water. طبعا المسائل دي احنا عرفنا ان لازم يجيلي ال a بنيجاتيف عشان الكيرف يبقى عامل كده. الدولفين لما بينط النطه دي احنا بنتعامل مع المساله اكنه بدا من هنا ونهى ايه؟ ونهى هنا. طيب النقط دي هنعتبرها الانترسكشن مع الاكس اكسس، يبقى المساله بتتحل اكني بالظبط بجيب الروتس. هو هنا عايز الهوريزونتال ديستانس ذات دولفين كفرز. يبقى نبدا مع بعضينا المساله، الواي
equal negative 0.2 x squared plus 2x. هنسولف an equation we will find the values of x at y equals 0. يبقى احنا كده بنجيب الروتس، يعني negative 0.2 x squared plus 2x equal كام؟ equal 0. ناخد بالنا ان انا ممكن ما احلهاش بالجنرال فورميولا. ازاي؟ اخد x common. لما اخد x common يبقى عندي negative 0.2x plus 2 equal 0. يبقى انا عندي 2 factors equal 0. يبقى then x عندي equal 0 or negative 0.2x plus 2 equal 0. ده كده خلاص، يبقى انا عندي هنا negative 0.2x equal negative 2، يعني x عندي equal كام؟ x عندي equal negative 2 divided negative 0.2 اللي هي 10. يبقى انا عندي نقطتين، اول نقطة عندي x equal 0 والنقطة التانية عندي x equal 10. هو لما يبدأ من 0 ويروح ل 10 يبقى الديستانس قد ايه؟ يبقى زين the distance covered by the dolphins is 10 feet. هو بيقول لي بالايه؟ بالفيت. المسألة اللي بعد كده بيقول لي a bullet is shot from a mortar cannon، يعني في عندي رصاصة أو طلقة ضربت مدفع زي ده. In a pathway follows the relation D where x represents the horizontal distance in kilometer y is the height of the bullet above the floor surface in kilometer. نفس الفكرة ده مش هيتغير، دايما الـ A بتجيلك بنيجاتيف والسيناريو بتاع الكيرف لازم يبقى كده، ولازم هنجيب الانترسكشن مع الـ X axis اللي هي الـ 2 points دول اللي هيعبروا لي عن الـ 2 roots. هنا بيقول لي find the horizontal distance far from the cannon which is the bullet reaches till it strikes the land surface. يبقى انا عندي الايكويشن y عبارة عن negative 0.3 x squared plus 0.78 x، كلام ده plus 0.38. علشان اجيب ال distance covered نجيب ال roots. We will solve for y equal 0. يبقى زين negative 0.3 x squared plus 0.78 x plus 0.38 equal 0. نشتغل بالجنرال فورميولا، بل A عندي equal negative 0.3، ال B عندي equal 0.78، ال C عندي equal 0.38. كنون عندي x1 و x2 equal negative b plus minus root b squared minus 4ac divided to a اللي هي negative b اللي هي negative 0.78 plus minus root b squared اللي هي 0.78 squared minus 4 times ال a اللي هي negative 0.3 times ال c اللي هي 0.38 divided to a اللي هي negative 0.6. لما نيجي نحلها بالكالكوليتور حليها تديني كده negative 0.78 plus minus هيبقى root 0.0644 divided negative 0.6. هيطلع معايا ال 2 roots، واحد منهم x1 تقريبا ب 3 والتاني ال x2 هيطلع تقريبا ب negative 0.4، وطبعا ده rejected ان انا بدور على horizontal distance هو اتضرب ونزل. يبقى زين horizontal distance is about 3 كيلومتر. المسألة اللي بعد كده بيقول لي a man waters his garden with a hose where the water is pumped through in a pathway identified by the relation D. زي ما انتم شايفين برضو الـ A بـ A بـ negative.
واحد زي ما انتم شايفين كده بيرش ميه، والكيرف اللي بتاخده الميه بتحكمه العلاقه دي. هوير اكس از هوريزونتال ديستانس زي ما احنا متعودين، ذات ذا ووتر كان ريتش ان متر، اند واي از ذا هايت اوف ذا ووتر فروم ذا فلور سيرفيس ان مترز. بيقول لي فايند تو ذا نيرست سنتيمتر ذا ماكسيمم هوريزونتال ديستانس ذات ذا ووتر كان ريتش. المسألة كلها بتتكرر بس بسيناريو مختلف عشان يحسسك فعلا ان سولفنج الكوادريتيك ايكويشن ده مهم جدا وبنقدر نطلع منه معلومات قيمة. يبقى انا عندي وي ويل سولف فور y equal 0، يبقى then negative 0.06x squared plus 0.39x plus 0.79 equal كام؟ equal 0. هنحل عشان نطلع الفاليو بتاعت y ب 0. يبقى انا عندي هنا ال a equal negative 0.06، ال b عندي equal 0.39، c عندي equal 0.79. نسولف فور x1 و x2، x1 و x2 equal نيجاتيف b plus minus root b squared minus 4ac divided to a اللي هي نيجاتيف b عندنا نيجاتيف 0.39 plus minus root b squared يعني 0.39 squared minus 4 times a نيجاتيف 0.06 times c 0.79 divided to a اللي هي 2 times negative 0.0 اللي هتدينا الآتي negative 0.39 plus minus root 0.3417 divided negative 0.12. هنلاقي ان الx1 تطلع معانا ب 8.12 والx2 هتطلع معانا ب negative 1.62، وطبعا دي rejected عشان دي نيجاتيف فاليو. هو في المساله طبعا بيقول لي ان الديستانس دي في الريليشن هوريزونتال ديستانس كفرد ان متر، احنا مطلعينها ب 8.12 هو عايزها بالسنتيمتر، يبقى زين ذا هوريزونتال ديستانس كفرد باي الووتر البروبلم اللي بعد كده. A diver starts jumping from a platform of height 10 meters above water surface. If the height of the diver follows the relation y equal كذا. Where t is the time in seconds. After how many seconds the diver will reach the water surface. هو هينط في المية والمسار اللي هيمشي فيه هيتبع الايه؟ الكيرف ده. ده يعتبر كيرف. والتي عبارة عن التايم الزمن، والواي ده الهايت الارتفاع. طيب هو بدأ من الواي ايكوال 10، يعني بدأ لما الزمن بزيرو، يبقى لما التي بزيرو الترم ده راح والترم ده راح والواي فعلا اصبحت بتاعه. طب هو عايز ايه؟ هو عايز الوقت اللي هيوصل فيه للميه. يبقى انا هسولف فور واي ايكوال 0، لان لما الواي بزيرو يبقى الهايت بتاعه بزيرو، يبقى هو وصل للميه. يبقى هنا وي ويل سولف فور واي ايكوال 0، يبقى زين نيجاتيف 4.9 تي سكويرد بلس 3.5 تي بلس 10 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى الاي عندي بنيجاتيف 4.9 والبي عندي ب 3.5 والسي عندي ايكوال 10. نحلها في جنرال فورميولا. يبقى انا عندي تي 1 وتي 2 مش اكس 1 واكس 2 لان الفاريبلز عندي مختلفه. نيجاتيف b plus minus root b squared minus 4ac divided to a اللي هي نيجاتيف b يعني نيجاتيف 3.5 plus minus root b squared يعني 3.5 squared minus 4 times a عندي نيجاتيف 4.9 times c عندي 10 divided to a اللي هي 2 times نيجاتيف 4.9 اللي هي هتدينا الاتي negative 3.5 plus minus root 208.25 divided negative 9.8. دي هتطلع معانا 2 values للتي، واحدة بالبوزيتيف والتانية بالنيجاتيف.
لما نيجي نجيبهم مع الكالكوليتور هيطلع معانا ان تي 1 ابروكسيميتلي 1.83 والتي 2 هتيكوال نيجاتيف 1.12. طبعا دي ريجكتد اللي ما فيش تايم بالنيجاتيف. يبقى التايم تيكن از ايه؟ زين ذا تايم تيكن باي ذا دايفر تو ريتش السيرفس اوف ذا ووتر is 1.83 seconds. Problem 5, purely a player beats the golf ball to reach a certain place and the following relation expresses the height to which the ball will reach in feet. الكرة دي لما هتتشوت هتعمل quadratic curve. الريليشن بتاعته هي دي. Where t is the time in seconds. After how many seconds will the ball reach the floor surface? يبقى هنسولف for y equals 0. يبقى we will solve for y equal 0. يبقى انا عندي negative 16 t squared plus 8 t plus 20 equal كام equal 0. ناخد بالنا ان انا ممكن اخد common factor 4 يبقى divided 4 يبقى negative 4 t squared plus 20 t بلس ال 5 ايكوال كام ايكوال 0. قللنا شويه الفاليوز بتاعت النمبرز يبقى انا عندي ال A ايكوال نيجاتيف 4 ال B عندي ايكوال 20 وال C عندي ايكوال 5. يلا نسولف فور T1 و T2. يبقى T1 و T2 ايكوال نيجاتيف B بلس ماينس روت B سكويرد ماينس ال 4AC ديفايدد 2A اللي هي نيجاتيف بي نيجاتيف 20 بلس ماينس روت بي سكوير يبقى 400 ماينس 4 تايمز اي اللي هي نيجاتيف 4 تايمز سي اللي هي 5 ديفايدد 2 تايمز نيجاتيف 4 تبقى نيجاتيف 8 اللي هي هتديني الاتي نيجاتيف 20 بلس ماينس روت هنا 400 هنا 4 تايمز 5 20 20 تايمز ال 4 هتديني 80 يبقى بلس ال 80 ديفايدد نيجاتيف 8 اللي هي نيجاتيف هنا بلس ماينس روت 480 ديفايدد كام نيجاتيف ال 8. ده هيديني 2 فاليوز فاليو ال تي 1 وفاليو ل تي 2. تقريبا T1 لما هنجيبها هتدينا 5.24 و T2 هتدينا نيجاتيف 0.24 وطبعا دي ريجكتد. ويبقى انا عندي الحل بتاع اول نقطة في المسألة ان التايم تيكن باي ذا بول از 5.24 سكند to reach the ground. ايه المطلوب التاني؟ will the ball reach a height of 130 feet. طب دي حلو. هي الايكويشن عندي عبارة عن ايه؟ الايكويشن عندي y equal negative 16 t squared plus 80 t plus 20. يقول لي ممكن الكرة دي توصل ارتفاع 130 يعني معنى كده ان 130 دي ايكوال كام؟ ايكوال واي. في المسائل اللي زي دي هنبتدي نبص على الكيرف. قال لك الكيرف معمول كده. الكيرف ده المفروض ليه ايه؟ ليه ماكسيمم. الماكسيمم ده بيجي فين؟ عند الفيرتكس. يبقى انا الصح اشوف الفيرتكس فين واعوض بالفيرتكس. لو عوضت بالفيرتكس هيديني اكثر ارتفاع. فاكثر ارتفاع لو طلع جريتر زي 130 يبقى هي فعلا ممكن تاخد الفاليو دي. يبقى انا عندي الفيرتكس ات تي ايكوال نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف 80 ديفايدد 2 اي اللي هي 2 تايمز نيجاتيف 16 اللي هي هتدينا نيجاتيف 80 ديفايدد نيجاتيف 32
اللي هي هتطلع معانا 2.5 seconds. نيجي بعد كده نعوض ب f of 2.5 اللي هي هت equal negative 16 times 2.5 squared plus 80 times 2.5 كلام ده plus كام؟ plus 20. لما نيجي نحلها هيطلع معانا 100 and ايه؟ and 20. يبقى الإجابة بتاعتنا على السؤال is no, the ball cannot reach a height of 130 feet as the maximum value is 120 feet. وده برضو يعتبر ابلكيشن جميل جدا. عرفنا ازاي ان احنا ممكن نستخدم الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو في تطبيقات حوالينا. المساله اللي بعد كده بيقول لي a snake saw a hawk at a height of 160 meters and a hawk was flying at a speed of 24 meters to bounce on it. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي snake saw a hawk، في عندي تعبان على الارض، ادي الارض اهي الجراوند اهي تمام، وهنا ومثلا التعبان هنا مثلا اوكي. الهوك عندي موجود في الايه في السماء، والهايت اللي موجود عليه اللي هو ده كده الهايت 160 مترز اللي هي النقطه دي اللي هو بعد النقطه دي عن الايه عن الجراوند، وهو ماشي بسبيد الفي عندي ايكوال كام؟ هتلاقي في 1 مثلا 24 مترز بير مينيت تو باونس اون ات، يعني هيبتدي ينزل عليه. اف ذا هوك از لانشينج فيرتيكلي داونوردز اكوردنج تو ريليشن دي، الصقر عندي هيبتدي ينقض على التعبان وينزل عليه وهيمشي في كيرف، الكيرف ده المفروض هتحكمه الريليشن دي تمام. وبيقول لي الدي ده عباره عن الديستانس والفي عباره عن اللانشنج سبيد، وبيقول لي ان التي ده التايم. يقول لي فايند ذا تايم ذا سنيك تيكس تو سكيب بيفور ذا هوك ريتشز ات، يعني عايز الوقت اللي التعبان لازم ياخده قبل الصقر ما ينقض عليه. هو الصقر لما يجي ينقض عليه هينقض عليه امتى؟ لما ينزل على الارض. وما معنى نزوله على الارض؟ نزوله على الارض معناها ان انا بحسب الايه الروت، لان الديستانس عندي هنا ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. هنا الديستانس اللي هي الهايت ايكوال 160 متر. يبقى انا عشان احل المساله هنسولف 4d ايكوال زيرو. يبقى وي ويل سولف 4t at d equals 0. يبقى انا عندي 4.9 t squared كلام ده بلس ال v عندي ب 24 t ده هيكوال معايا الديستانس اللي هي ديت 160. يبقى 4.9 t squared plus 24 t minus 160 equal كام؟ equal 0. هنسولف for t1 و t2 يبقى انا عندي ال a equal 4.9 ال b equal 24 ال c عندي equal negative 160 يبقى t1 و t2 equal negative b plus minus root b squared minus 4ac divided to a اللي هت equal معانا negative b يعني negative 24 plus minus root 24 squared minus 4 times 4.9 times negative 160 divided to a يبقى 2 times 4.9. الكلام ده هيدينا ال h negative 24 plus minus root 3712 divided 9.8 اللي هو هيطلع معانا t1 و t2. T1 هتبقى تقريبا 3.77 second والT2 هتطلع معانا negative 8.67 second، وطبعا time بالنيجاتيف يبقى rejected على طول. يبقى هو ده السوليوشن بتاعي عند الديستانس ايكوال زيرو، يعني الصقر عشان ينزل من الارتفاع بتاعه للارض هياخد ايه 3.77 second. يبقى التعبان عشان يهرب لازم يهرب في وقت اقل منين؟ من الوقت ده. يبقى ذا سنيك should escape in a time less than
3.77 سكند. نيجي نشوف مسائل الاكس انتيبيوبلز، بيقول لي complete the following: if the curve of a quadratic function f intersects the x axis at the two points البوينت دي والبوينت دي، وطبعا العلامه المميزه ان الواي عندي هنا بزيرو والواي هنا بزيرو عشان ده at the intersection points. طيب then the equation of the axis of symmetry of the function of this straight line passing through the vertex of the curve at x equal كام؟ يعني لو انا عندي البلين كده اهو، البوينت بتاعت الانترسكشن عباره عن ايه؟ 1 و0 اللي هي دي كده، والثانيه 3 و0 هنا كده. مش احنا عارفين ان الاكسس اوف سيمتري المفروض بيقسم الكيرف؟ يعني الكيرف ده المفروض عامل كده مثلا، يبقى المفروض الاكسس اوف سيمتري جاي ازاي؟ جاي كده. هيعمل ايه في الديستنس دي؟ هيخلي السكشن ده قد السكشن ده. طب البوينت دي الاكس كوردينيت بتاعها بكام؟ ب1، والبوينت دي الاكس كوردينيت بتاعها ب3. يبقى انا المفروض البوينت دي بقى اللي بتمر بيها الفيرتكس عندي مين؟ لازم تكون على بوينت الاكس كوردينيت بتاعها ب2 ايه وحاجه ونيجاتيف حاجه. طبعا انا مش محتاج دلوقتي المينيمم فاليو، ان هو بيسالني عن الايكويشن اوف ذا اكسس اوف سيمتري، وانا عارف ان الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري بجيبها عن طريق الاكس كوردينيت بتاع الايه بتاع البوينت. يبقى الحل بتاعي ان الايكويشن هتبقى اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 2. يلا اللي بعديها، بيقول لي اف ذا بوينت نيجاتيف 3 و0 از ذا فيرتكس بوينت اوف ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف. دي لما تكون فيرتكس بوينت يبقى على طول الايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري از نيجاتيف 3، وطبعا الفاليو هنا مش واضحه هل هي مينيمم ولا ماكسيمم، ممكن يكون الكيرف اوبند ابورد وممكن يكون اوبند داونورد. يعني دي الزيرو ده ممكن يكون مينيمم فاليو او ماكسيمم فاليو. هو عايز ايه دلوقتي؟ بيقول لي زين ذا سوليوشن سيت للايكويشن اف اوف اكس ايكوال 0 از ايه؟ يعني الاكس هتبقى كام لما الواي بزيرو؟ اذا كان هو بيقول لي ان انت عندك الفيرتكس نيجاتيف 3 وكام؟ وزيرو. يعني لما الواي كوردينيت بزيرو الاكس خد نيجاتيف 3، واحنا اصلا بنعرف السوليوشن ان هو الانترسكشن مع الاكس اكسس عند الواي بكام؟ بزيرو. يبقى السوليوشن سيت على طول بتاع الايكويشن ايكوال ايه؟ ايكوال نيجاتيف 3. طبعا اللي فاهم الدرس هيلاقي ان الكلام ده سهل جدا ومستوعبه كويس. المساله اللي بعد كده، اف ذا بوينت اي ونيجاتيف 2 0 از ذا فيرتكس بوينت اوف ذا كيرف لكوادراتيك فانكشن. اولا هنا ايه؟ مديني الواي بزيرو، يبقى الاي ماينس 2 سوليوشن على طول. Then the solution set للفانكشن f of x بزيرو is 5. يعني عايز يقول لك ان ال a minus 2 ب5، يبقى ال a بكام؟ مسألة طبعا سهلة جدا، since ان ال f of x equal 0 يبقى then ال a minus 2 equal كام؟ equal 5 على طول، لان هو بيقول لي السوليوشن ب5 والسوليوشن عندي هو ال x coordinate لما ال f of x بزيرو. نودي ده هناك بالبوزيتيف، يبقى زين ال a equal كام؟ equal 7. يلا اللي بعديها، بيقول لي البوينت دي is the vertex of the curve of a quadratic function f والنيجاتيف 5 is a root. النيجاتيف 5 is a root، يبقى معنى كده ان انا عندي بوينت اسمها نيجاتيف 5 وايه وزيرو بتبلونجز للكيرف. زين ذا اذر روت از ايه؟ يبقى الروت الثاني ايه؟ طيب ما نيجي نوضحها كده في البلين. كده واي وكده اكس، يقول لي النيجاتيف 5 و 0 روت اهو. هنعتبر مثلا دي كده نيجاتيف 5 وايه و 0، وبيقول لي الفيرتكس عند نيجاتيف 3 و 4، ادي النيجاتيف 3 و 4 هنا كده مثلا، دي كده نيجاتيف 3 وايه و 4. يبقى واضح ان الكيرف ايه جاي كده والناحيه الثانيه جاي ايه جاي كده. هو مش الفيرتكس ده عنده الاكسس اوف سيمتري، يعني لازم يقسم لي الكيرف 2. طب الديستنس عندي هنا من نيجاتيف 5 لنيجاتيف 3 كام يونت؟ 2 يونتس. يبقى لازم الحته دي كمان تكون 2 يونتس. يبقى البوينت دي لازم تكون كام؟ لازم تكون نيجاتيف 1 وايه
وزيرو. يبقى الاذر روت از ايه؟ از نيجاتيف 1 اللي هو الفاليو عند الواي هنا ايكوال زيرو. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2، درس من الدروس الجميله جدا، تعرفنا فيه على قانون من القوانين الهامه جدا في علم الماثيماتكس اللي هو جنرال فورمولا، اللي بقدر اجيب بيه على طول التو روتس لو الايكويشن عندي مش هعرف اعمل لها فاكتورايزيشن. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.